ألف مليون مبروك مرة تانية لجماهير نادي الزمالك بفوزهم امبارح على نادي الرجاء المغربي وصعودهم لنهائي دوري الأبطال علشان يلعبوا النادي الأهلي يوم 27. برحب بكل مشاهدي قناة النهار معاكم في حلقة جديدة من نمبر 1 علشان نكمل معاكم تحليل مباراة الزمالك والرجاء. مفيش شك طبعا أن نادي الزمالك قدم مباراة يعني كبيرة جدا، ولكن في الشوط الثاني، الشوط الأول هنتكلم عن أسباب هبوط مستوى نادي الزمالك والرجاء. أكيد كان أفضل، ولكن نادي الزمالك باللعيبة اللي موجودة بالخبرات بالخطوط المتناسقة المتقاربة، هنتكلم بشكل فني كمان أكتر، وكمان يعني هدفين أكثر من رائعين لمصطفى محمد، واحد من نجوم نادي الزمالك ومنتخب مصر. وهل مصطفى محمد بقى هيكون هو مهاجم منتخب مصر الأول بعد احرازه الهدفين، ولا الكابتن حسام البدري هيلعب احمد حسن كوكا اللي كان بيلعب امبارح هو كمان امام مانشستر سيتي؟ فاحنا بنتكلم على اتنين روس حربه، كابتن حسام هيبقى محتار في مين فيهم اللي هيلعب اساسي. ولكن في البدايه خلونا نرحب قبل ما اروح للاخبار باتنين من نجوم الكره المصريه، الكابتن كريم ذكري نجم نادي المصري ونجم الكره المصريه. كابتن كريم برحب بيك. اهلا وسهلا بيك يا عمر، وببارك لك. الحمد لله تمام، وببارك لك على البرنامج. ودايما الواحد بيبقى مبسوط ان في شباب طالعه وكوادر جديده جدا في المجال الرياضي، فحاجه بتفرحني وبالتوفيق لك دايما. ربنا يخليك، وانا كمان مبسوط بتحليلك على الراديو، بسمعك دايما على طول، فبسم الله ما شاء الله قادم بقوه. متشكر، ربنا يخليك. ربنا يخليك. نجم الكره المصريه نجم نادي الزمالك الكابتن احمد مجدي. يا كابتن احمد عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله زي الفل، كله تمام، ومبسوط ان انا معاك انت وكريم. ما هو حلقه شبابيه. تحليل شباب شويه. طيب خليني اقول بس يعني ثلاث اخبار كده مهمين للساده المشاهدين قبل ما نروح ونتكلم على مباراه الزمالك. كابتن حسام البدري في تصريح من تجمع منتخب مصر، كهربا قد يكون بديلا لطاهر محمد طاهر، وارتفاع سن سبب استبعاد احمد فتحي. كابتن حسام البدري بعد اصابه طاهر محمد طاهر قال ان كهربا ممكن يكون اللاعب البديل لطاهر محمد طاهر، ولكن لسه كابتن حسام ما استقرش، ولكن الامور كلها يعني بتروح في اتجاه ان كهربا هو اللاعب القادم لمنتخب مصر علشان يحل محل طاهر. اما كمان استبعاد احمد فتحي ده الكلام المعلن، وانا ماليش دعوه بغير الكلام المعلن، انا ماليش دعوه باي حاجه تانية، ان ارتفاع السن هو سبب استبعاد احمد فتحي، ولكن يعني في بعض الكلام على ان استبعاد احمد فتحي ليه امور تانية احنا ملناش دعوه بيها. كابتن حسام طبعا اشاد بمصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، وقال ان لاعب قدراته عاليه للغايه، وهدفنا هو رفع قدراته. اعتقد ان تصريحاتي رفعت من مستواه بشكل كبير، وجميع اللاعبين يحتاجون للعمل ده. بالنسبه بس للحته اللي الكابتن حسام طلع وقال ان هو محتاج شغل، فقال ان كل اللعيبه محتاجه شغل في كل الاماكن وفي كل القدرات الخاصه بيهم، سواء بقى مهاجم مدافع نص ملعب، كلهم محتاجين شغل. بيراميدز بسبب ظروف الطيران بيؤجل مؤتمر تقديم مدربه الجديد لموعد لاحق. انا بالنسبه لي ده ليه سيناريوهين، يا اما فعلا يعني ظروف الطيران منعت بيراميدز ان هو يعلن فيها المؤتمر الصحفي، او ان بعد تسريب اسم المدير الفني يعني كان في بعض الهجوم شويه على ان بيراميدز لازم يختار مدير فني يليق بامكانياته، وبالتالي المدرب الايطالي تراميزاني يعني عنده سي في مش قوي، ولكن ممكن يكون جس نبض، ممكن ما يكونش الاسم ده خالص، ممكن يكون اسم تاني. فانا بقول لحضراتكم هو سيناريوهين، علشان بس انا مفتيش انا كمان اقول لحضراتكم حاجه يعني حاجه ممكن ما تكونش صح، ولكن خلونا نشوف ان يعني لسه هيتم التنسيق ما بين المدير الفني الجديد لبيراميدز وبين الاداره علشان يتم تنسيق موعد الوصول، وبناء عليه هيكون المؤتمر الصحفي. اخر خبر، حسام الزناتي بعد استقالته رسميا من لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، حسام الزناتي مديرا رياضيا لنادي الجونة. حسام طبعا كان موجود في الموسم ما قبل الماضي مع الكابتن حسام غالي ومع الكابتن نادر شوقي، بالتالي بيعود الى بيته مرة تانية بعد رحيل الكابتن حسام غالي وبعد رحيل نادر شوقي. حسام من الشخصيات المحترمة جدا والشاطرة جدا، وانا اعتقد ان الجونة الموسم اللي جاي هيكمل نفس التكملة اللي كمل بيها في ظل وجود كابتن نادر شوقي وكابتن حسام غالي. خلونا بقى نتكلم بقى شوية عن المباراة، ونتكلم بقى عن الفنيات، ونتكلم عن مباراة الزمالك، ونقسمها شوطين. الشوط الأول نبدأ مع الكابتن كريم ذكري عشان على يميني، فأسأله وأقول له الشوط الأول نادي الزمالك يمكن كان بعيد كل البعد، الناس انتقدت أداء نادي الزمالك الشوط الأول، ولكن كان في علامات استفهام. اللي أنت شايفه يا كابتن كريم خلى نادي الزمالك الشوط الأول مش موجود، ما كانش في مستواه اللي إحنا كنا متوقعينه؟
هو قبل ما نتكلم عن الشوط الاول هنتكلم على السيناريوهات اللي كان فيها نادي الزمالك قبل المباراه، من تاجيل لكورونا لفريق الرجاء لمشاكل رئيس نادي الزمالك بنادي الزمالك. فما ينفعش ابدا كلامي من غير ما اشكر اللعيبه اللي قدرت تخرج نفسها من كل الاجواء دي وقدرت تركز في المباراه. لعيب الكره مش محتاج ان انت تديله دوافع في قبل نهائي افريقيا وانت كمان كسبان ماتش الذهاب، فالدوافع مش محتاج ان انا احمسك قبل المباراه واقول لك لا ده المباراه دي لازم نكسبها وعلى ملعبنا واحنا كسبانين واحد، خلاص الدافع موجود. لكن لعيب الكره في الاول والاخر هو بشر، بيتاثر بكل حاجه حواليه، بيتاثر، بيتابع السوشيال ميديا، بيتابع الاعلام زي اي حد. فلا تحيه شكر للعيبه الزمالك كلها اللي لعبوا الاحتياطي واللي كانوا في المدرجات واللي ازروا يعني اي حد كان موجود في القائمه بتاعه نادي الزمالك، بصراحه ليه كل التحيه والتقدير ان هم قدروا يخرجوا نفسهم من الاجواء دي كلها ويقفلوا على نفسهم وينزلوا الملعب ويجيبوا فوز غالي لنادي الزمالك ويتاهلوا للدور النهائي. خليني اقول لك ان الشوط الاول للزمالك يمكن كنت بفكر قبل المباراة الزمالك هيلعب بنفس الطريقة اللي لعب بها قدام الرجاء ولا هيهاجم ويلعب ضغط عالي، لكن أنا شايف أن مستر باتشيكو لعيبة الزمالك عملوا الصح، أن أنت بتلعب دفاع منطقة كويس جدا وبتستغل المساحات اللي مفروض هتكون موجود في ظهر فريق الرجاء. الرجاء يعني طبيعي جدا اللي هو متأخر بهدف بيهاجمك عايز يعوض الهدف اللي اتأخر بيه على ملعبه، لكن ما كان يعيب الزمالك في الشوط الأول وسط الملعب. وسط الملعب دايما على طول هتلاقي اسلام جابر ناحيه الشمال ومعاهم طارق حامد، والمحور اللعب كان في المباراه او اللغز في المباراه دي كلها فرجاني ساسي. فرجاني ساسي لما كان بينزل في وسط الملعب ثالث ده اللي كان مؤخر الزمالك في النواحي الهجوميه، وكان مبين ان الزمالك ممكن ما يكونش في مستواه. دي رقم واحد. رقم اتنين، لو شفنا الاحصائيات هتلاقي فرجاني ساسي الشوط الاول كل الكرات اللي بيستلمها كلها في وسط ملعب الزمالك، وده كان برده بيأخر نادي الزمالك بشكل كبير جدا. رقم ثلاثه، ان اسلام جابر وفرجاني ساسي كانوا دايما بيستعجلوا ان هم يقابلوا، بيطلعوا يقابلوا على طول بدري فسهل جدا يضربوا، وخصوصا ان فرجاني ساسي ما عندوش الكواليتي بتاع طارق حامد انه يعرف يقف كويس ويعرف يدافع كويس. فيمكن دي اسباب كانت مخليه نادي الزمالك يعني لحد ما شايفين الاداء ما كانش مظبوط. لكن برضو الهدف اللي جه في بدايه الشوط الثاني كان من تسديده وغيرت اتجاهها في عبد الله جمعه، ما كانش انفراد، ما شفناش حاجات خطر كتيره جدا على الزمالك. ما يمكن اخطر كورتين الكره اللي هيدرز اللي شالها ابو جبل وتالق فيها، والكره الثانيه اللي اتغيرت بس خبطت في المدافع الزمالك وغيرت اتجاهها وبرده ابو جبل تعامل معاها بشكل كويس. لكن مش هتلاقي خطوره. يمكن الجماهير كلها بتتكلم ان الشوط الاول الزمالك ما كانش كويس، ممكن من النواحي الهجوميه ده اللي هنتكلم عنه الشوط الثاني، لكن في النواحي الدفاعيه كمجمل مباراة يعني الزمالك دايما لما بيدافع كومباكت كلهم بيبقوا تحت الكورة، وده اللي بنشوف الفترة الأخيرة والمباريات الكبيرة بنشوف الزمالك بيتألق فيها، وأنا شايف إن ده السبب إن اللعيبة كلها بتنزل تحت الكورة، وده أنا شايف حاجة صحية جدا في الملعب، إن ما كانش فيه مساحات كبيرة جدا أو شفنا اختراقات من العمق بشكل كبير جدا وما شفناش كذا انفراد على الزمالك أو ما شفناش ضربات ركنية كتير أو ما شفناش خطورة على مرمى أبو جبل بالشكل المطلوب. لكن كان ما يعيب الزمالك اللي أنا بقول لك عليه دايما، إن فرجاني ساسي دايما بينزل في وسط اسلام جابر وكان جنبه طارق حامد، كان بينزل معاهم كتير جدا، ما كانش ليه دور في الادوار الدفاعيه. وفي نفس الوقت هتلاقي كل الكور اللي كان بيستغلها فرجاني ان هو على طول دايما بيستلم في وسط الملعب، والاحصائي يمكن بعد المباراه لو حد شاف الاحصائيات دايما بتشوف ان فرجاني اكتر كور استلمها في نص ملعب نادي الزمالك، مش في نص ملعب الرجاء اللي هو الخصم. وفرجاني من اللعيبه اللي عندها حلول، كان المفروض فرجاني يزق نفس الشوط الثاني، شفنا الكلام ده هنتكلم عنه. لكن انا شايف ان وسط ملعب نادي الزمالك هو يمكن اللي كان محسس الناس شويه ان الزمالك هو اللي مضغوط في بدايه المباراه. طيب يعني كابتن احمد انا عايز اتكلم معاك في شقين، الشق الاول والشوط الاول عايزك تعلق عليه، ولكن كمان عايز يعني تحيه للدكتور محمد اسامه على وجود الونش امبارح في خط دفاع نادي الزمالك. ما كانش حد متوقع ابدا ان هو يبدا وان هو يعني الاصابه اللي لحقت بيه. احنا قلنا هنا ان هو اتمرن مع الفريق وان هو هيلعب ولكن يبدا اساسي وان هو لا يتاثر باصابه والحمد لله يكون موجود، فده طبعا شغل الجهاز الطبي بالكامل. ولكن انت شفت الشوط الاول ازاي، وهل وجود الونش بجانب محمود علاء يعني اضاف قوه لخط الدفاع امام قوه دفاع فريق الرجاء في الحته الهجوميه؟ بص كمان عشان كلام موضوع الدكتور محمود علاء برده نفس الموضوع، محمود علاء برده كان بعيد بقاله فتره وعنده شد السمانه. عارف يا كابتن احمد الاصابه العضليه غير الاصابه اللي في معاك العضل. معاك مليون، بس بتكلم برده يعني الدروس. الجهاز الطبي بصراحه في نادي الزمالك عامل شغل كويس جدا 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 وفي تركيز، وعارفين حتى التشخيص نفسه دايما سليم، واللعيبه بترجع حتى فت يعني بترجع فت مش راجع اللي هو لا لازم اخد وقت عقبال ما ارجع والكلام ده كله، وده طبعا مهم جدا جدا. والجانب ده خلي بالك في انديه بتعاني من الجانب ده، الجانب الطبي انت ممكن تشخص غلط دخلت في مرحله ثانيه خالص بقى بعيد عن اصلا الاصابه اللي هي عندك. ده من ناحيه الجهاز الطبي. ماتش الزمالك الشوط الاول ثاني اصعب، التشخيص ولا التاهيل؟ التشخيص طبعا، اصل ممكن اهل حاجه انا مشخصها غلط،
هتيجي ترجع انت انت ممكن تأهل حاجه في اتجاه التشخيص غلط. ما هو التشخيص صح هأهل صح. التشخيص اهم من التشخيص. اه طبعا التشخيص غلط هتخش في حته ثانيه خالص بقى. يعني انا شايف في اصابه الونش يا كابتن احمد الاثنين عناصر مهمه صح طبعا. التشخيص والتاهيل طبعا، لان انت شخصت صح هتبدا تمشي على الخطوات الصح. شخصت غلط هتمشي في حته بقى ثانيه خالص. وبالذات حته الركب، يعني الركبه دي بالذات. لا مظبوط كلام احمد صح طبعا. احنا في موضوع الركب يعني لعيبه الكوره كلها بتعاني من ركب، خشونه، غضروف، مش عارف الحاجات دي خطر. ممكن تشخيص غلط فيها تخش تفتح عمليه، تعمل عمليه، تعمل حاجات ثانيه خالص مش موجوده. فالتشخيص ده بالذات في موضوع الركب والعضل بتاع لعيب الكوره ممكن بدل ما ينزله بعد اسبوعين ثلاثه ينزله بعد ثلاث اربع خمس شهور، وممكن يعاني بقى معاناه. يعني شوف مثلا كريم نيدفيد عنده مشكله كبيره بقى لها فتره قد ايه. انا عايز اقول لكم على حاجه بحق ربنا، ان نادي الزمالك انا شفت بعينيا الكلام ده. نادي الزمالك قبل الموسم ما يبدا راحوا عملوا قياسات معينه في احدى المستشفيات الكبيره. لا بص لك بقى حاجه كمان، انا بعد كورونا بعد كورونا النادي الوحيد اللي عمل قياسات. كان كلام كتبت في تويتر كده، الناس بتتريق تقول لك طب ما ده الطبيعي. لا قلت لهم مش ده الطبيعي في مصر، مش ده الطبيعي في مصر. انت واصل لفين دلوقتي في الوقت الحالي؟ علاقة بالعضل وقوه العضل وقوه تحمل العضله. هبدا منين يا عمر؟ هبدا منين؟ وكمان دي بتحمل لعيبه. يعني انت عندك لعيبه الزمالك اقل فرقه في مصر اعتقد بيجي لها اصابات اعتقد، وحتى اللعيبه لما بتتصاب في الفتره اللي انت عندك كل ثلاث ايام ماتش فده طبيعي، بس بتبقى اصابات عضليه خفيفه. اقول لك ليه؟ يخيب اسبوع ينزل. اقول لك ليه؟ انت بعد انت في انا شفت الكلام ده بعينيا. اقول لك المفروض في كورونا انت بتتمرن في البيت مع حاجه محطوط او برنامج محطوط حلو، بترجع بيقيس بقى قوة العضل ده كل مجموعة بتبدأ منين. وعملوا قياسات ليها علاقة بالدي ان ايه، وعملوا حاجات كتيرة كده. العضل بالذات انت راجع في مرحلة صعبة، ففي ولد في واحد مثلا لما يتمرن التمارين دي ممكن يرجع 60% عضليا كويس، فيبدأ يشتغل مثلا 6 7 8 لعيبة بتجمعه في نفس مثلا واصلين 60% عضلي، 40% عضلي، 30% عضلي، فكل مجموعة تبدأ ترجع تشتغل صح. عشان ده حاجة علمية، ما ينفعش احط واحد 60% عضليا مع واحد 30% عضليا، هتلاقي في مشكله كبيره هتبان، هيبقى في فرق كبير جدا جدا في الموضوع ده. فدي حاجه علميه الزمالك مش عليها، زي ما انت بتقول اقل مرحله اصابات، اقل فتره اعداد اتعملت، اقل اكتر فرقه بدنيا واقفه على رجليها اعتقد في الفتره اللي فاتت. فبصراحه لا يعني في حاجات كويسه جدا جدا بتعمل في نادي الزمالك. اصل انا شفت الكلام ده، فانا هحاول ان انا اعرض الصور اللي هو نادي الزمالك كان فيها في احدى المستشفيات زي ما انا بقول لك. انا تابعت حتى بعد كورونا بقول لك، لان ده موضوع مهم جدا جدا الناس مش واخده بالهم منها، لكن ده حاجه صحيه وعلميه في نفس الوقت. هنيجي نتكلم على الماتش. الشوط الاول انا اتفاجئت، يعني الناس اتفاجئت. انا ما تيجي تفكر الزمالك هينزل يضغط زي ما كريم كان بيتكلم، هيعمل ضغط ولا يعمل استحواذ ولا يعمل ولا هيستنى تحت ويشتغل على المرتدات والكلام ده كله. انا من وجهه نظري اداء الرجاء فاجئ الزمالك. اداء الرجاء فاجئ الزمالك. اداء كان هايل الشوط الاولاني للرجاء، والزمالك كان اكبر مشكله عنده من وجهه نظري الشخصيه وسط الملعب. كل الكور كانت راحه مش وسط الملعب مش موجود دفاعيا وهجوميا. يعني كل كرة مباشرة بتروح للمهاجمين بتوع الرجاء. الناحية التانية لو انت هتلعب بطريقة الزون في وسط الملعب، انت عندك حاجة اسمها التحول الهجومي. التحول الهجومي ده يعني انت بتشتغل زون عشان تجمع في حتة معينة الضغط، بعد كده تبدأ تعمل مرتدات تروح بخطورة في المساحات اللي ورا المفروض الديفنس بتاع الرجاء. لكن الرجاء كان مضايق جدا 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 الخطوط بتاعته، اي كره بتوصل للعيبه نادي الزمالك تلاقي في ضغط على طول في يعني في مكان الكره عشان ياخدها ويبدا استحواذ تاني. الزمالك نفسه اتفاجئ من الاداء ده. الناحيه الثانيه بتيجي تبص على الشوط الثاني بعد الجون بتاع الرجاء لما جه، الزمالك بدا بقى الخطوط بتاعته تقرب خلاص، بدا الجزء البدني. خلي بالك الجزء البدني ده مهم جدا جدا جدا. الجزء البدني وقع بدنيا، والزمالك بين الجزء البدني عنده عامل ازاي. الرجاء الشوط الثاني لما تيجي تبص الشوط الاول بص كان بيتكلم في 40 50 متر، تعالى الشوط الثاني بعد ما الجون دخل جابوا هم الجون، بداوا بعد الزمالك لما جابوا الجون الاول وبدا يخش الثاني بداوا يشتغلوا في حوالي 80 متر، فالمساحات كبرت، بدات تشوف شد عضلي الكلام ده كله. وانا بقول لك انا واثق ان فرقه الرجاء اتمرنت يعني اتمرنت، لان ما لو اتمرنت 10 ايام هتوصل للجزء بتاع الشوط الاولاني، عمرك ما تقدر توصل لجزء الماتش كله كامل. فالزمالك الجزء البدني فاده كتير جدا جدا جدا. مع خلي بالك انت ما تيجي تبص الشوط الاولاني ادوار طارق حامد معروفه، تعال بص ادوار فرجاني ساسي واسلام جابر مش واضحه مش باينه، ما تعرفش ده بيلعب فين وده بيلعب فين فانت طارق مش هيقدر يدافع على 6 7 لعيبه. انت لما تيجي تبص على الشوط الاولاني في تكتل هجومي كمان عند الرجاء بيوصل بخمس ست لعيبه تعال بقى بص للتحول لما الزمالك بيقطع الكوره
ويجي يتحول لبن شرقي اللي هي الحته اللي الزمالك بيلعب عليها المهارات الفرديه اللي موجوده عند بن شرقي وسرعه احمد سيد زيزو واختراقات مصطفى محمد. كم كره وصلت في الشوط الاولاني لمهاجمين الزمالك؟ قليل جدا جدا جدا، لان ادوار نفسها الادوار نفسها مش واضحه لنادي الزمالك ولا ولا لهجوم نادي الزمالك. مظبوط، الادوار نفسها مش واضحه. لكن لما تيجي تبص بعد الجول الاول للرجاء، لا الزمالك تغير تماما تماما تماما، بدا يبقى فيه قوه في الاداء، الاستحواذ، ما فيش استعجال عشان يقدر ازاي يخترق فرقه الرجاء مع الجزء البدني للرجاء اما وقع ادى طبعا الافضل للزمالك. خلي بالك برده يا عمر عشان ما انساش حاجه برده، يمكن احمد بيتكلم في جزئيه مهمه، لكن انا برده شايف ان كان في ستريس على لعيبه نادي الزمالك. النتيجه كانت مأثرة ان انت متقدم بواحد ونازل عايز تحافظ على الهدف من بدري، فدي برضو كانت يمكن عامله لود شويه على لعيبه نادي الزمالك ان هم كسبانين واحد وعايزين يحافظوا على المكسب. يمكن دي اللي خلتهم يبقى في تحفظ شويه، ويمكن زي ما احمد بيتكلم الهدف لما جه حرر خلاص فريق نادي الزمالك، خلاص واحد واحد بقى خلاص حاجه خلاص بالظبط وعلى ملعبي. فمع اللياقه البدنيه يمكن انا بس بنتكلم عن الشوط الاول، يمكن ده برضو كان عامل ضغط شويه على اللعيب. اتفاجئت ان احمد عيد هو اللي بدا في الباك رايت. يمكن جمهور الزمالك لما توقع الحازم امام جاهز، وبالتالي حازم امام هو اللي هيلعب في ناحيه اليمين. لكن يعني سالت اكتر من لعيب كوره، قال لي احمد عيد لعب المباراه الاولى وكان ظاهر فيها بشكل كويس، فلازم كان يكمل المباراه الثانيه. عايز اعرف ردك في سؤالين، هل اتفاجئت بوجود احمد عيد؟ وهل انت من الناس اللي كانت بتايد ان احمد عيد لازم يبدا المباراه الثانيه طالما بدا المباراه الاولى، ولا كان لازم يبدا بحازم امام؟ هو رقم واحد انا اتفاجئت. يمكن التشكيل طبعا التشكيل كله منطقي، يعني لو جينا سالنا اي حد التشكيل ده التشكيل المتوقع. اسلام جابر توقعته انه هيبقى موجود؟ ما لعب مباراه الذهاب. ف انا بتكلم في وجود يعني موجود فرجاني، انت خلاص بتوقع ان فرجاني هيخش مكان اوباما، ده طبيعي جدا لان اوباما غايب، فالطبيعي ان فرجاني هيخش مكان اوباما. طبعًا. فده امر متوقع، واسلام جابر هيفضل زي ما هو. لكن طبعًا. انا توقعت ان حازم امام هيلعب، خبره كبيره جدا وانت محتاجه في مباراه زي دي. لكن لو على القناعات الشخصيه، لا احمد عيد رجليه في الملعب، مباراة عن التانية بياخد الثقة، أدى المباراة اللي هناك كويس، فلازم أدي لشاب زي ده ولعيب كويس زي ده الثقة. وكل ما يبقى عندك اثنين وثلاثة في مركز واحد وخصوصا في البطولات الكبيرة هتحتاجهم، وهتبقى حاجة كويسة زي ما شفنا امبارح كده. أحمد عيد عمل مباراة كويسة وهايلة، خصوصا الشوط الثاني بدأنا نشوفه بينطلق. فكنت أتوقع حازم، لكن كان جوايا كنت عايز أحمد. أحمد ماشي كويس جدا وعمل مباراة كويسة هناك، ومن قبلها هو بيلعب ولعيب برومسنج برضه جاي في الـ في الـ في الطريق، لعيب كويس عنده حلول كتيره جدا، وما يبقى معاه حازم دي حاجه كويسه جدا. ف يعني شفنا احمد هو اللي في الملعب، فده حاجه كويسه طبعا. انا شفنا حاجه كويسه للفريق كمان. احمد عيد متفق ان هو كان لازم يبدا، ولا كان حازم امام، ولا انت اتفاجئت، ولا كان حازم اللي كان لازم يلعب يا مجدي؟ بص، ممكن تتفاجئ، بس طريقه اللعب في الملعب ما ينفعش غير احمد عيد. ليه؟ لان ما ينفعش احط حازم وعبد الله لو الاثنين هيهاجموا. يعني لو اتنين عاوز، لو انت طريقه اللعب بتاعتك انت عاوز، انت يعتبر انت نازل الشوط الاولاني بتدافع، عاوز تنزل تحت الكوره، فانت عاوز واحد بيهاجم والتاني هيقف. ما ينفعش احط حازم يهاجم وعبد الله يهاجم، لا هو حط احمد عيد اللي هو دفاعيا قوي وثابت وما بيطلعش كتير. الناحيه الثانيه عبد الله جمعه لو حب يهاجم هيهاجم ومفيش مشكله، والثلاثه قافلين الملعب الاثنين مساكين مع الباك. لكن احمد برده في الاخر هو لعب هناك وكان كويس وقدم مباراه كويسه جدا. وخلي بالك انا من النوعيه اللي لازم تطلع لعيبه، لعيب صغير طلع وبقى كويس لازم بتفضل يعني تديله مع حازم، الاثنين هيدوسوا مع بعض وهيشتغلوا مع بعض، يبقى في تحفيز حتى لحازم. حازم مثلا ما كان بعد النقازم مشي ما فيش حد غير حازم، فانت ما عندكش منافسه، فممكن ده يدوس معاه في المنافسه، والولد صغير وعنده ثقه في نفسه وما بيخافش ما يقلقش الماتشات الكبيره، فياخد الفرصه. ليه لا؟ كريم، هل باتشيكو غلط لما بدا المباراه بشكل دفاعي، كسب المباراه الاولانيه وعارف ان الرجاء ما عندوش حل غير ان هو يكسب او ان هو يتقدم على نادي الزمالك علشان خاطر يرجع للمباراه؟ سيبك ان الماتش اتاخر او الهدف الرجاء اتاخر، والحمد لله الزمالك رجع بدري، كان ممكن الزمالك يمط في المباراه وممكن كانت النتيجه تهرب وحاجات كتيره ممكن تحصل، ولكن هل باتشيكو غلط في البدايه ان هو ما سمحش لاعبي نادي الزمالك ان هي تهاجم بالشكل المطلوب؟ بتلعب على ارضك، بتلعب على ملعبك، وانت عارف متفوق على الرجاء في المباراه الاولانيه، هل ده يعني بيعيب باتشيكو، ولا انت شايف ان باتشيكو غلط وصلح غلطه، ولا هو ده الطريقه الصح اللي المفروض كان يبدا بيها؟ لا هو يعني انا شايف باتشيكو عمل الصح مليون مية. وقبليه كارترون. لو جينا نبص على الزمالك في الماتشات الكبيره، ان ازاي بدات سياسه نادي الزمالك تتغير، او طريقه لعب نادي الزمالك في المباريات الكبيره بتتغير، ان فريق الزمالك كله بينزل تحت الكوره. فريق الزمالك من فتره كبيره جدا ما بنشوفوش بيدافع كومباكت كلهم في نص الملعب، كل اللعيبه من اول ما الخصم يقطع منها الكوره اللعيب بينزل تحت الكوره، وده يميز نادي الزمالك.
كمان بيميز اللعيبه الحلول الهجوميه اللي عندك، اللعيبه الهجوميين اللي موجودين عندك قدام، ده بيميزهم بشكل كبير جدا. لما بنشوف اشرف بن شرقي بيشوف المساحه الكبيره قدامه بيشتغل فيها ازاي، زيزو ما بيشتغل في المساحات مع مصطفى محمد مع اوباما او فرجاني ساس اللي بيلعبوا، فانت عندك حلول هجوميه بتعمل سرعه التحول من الدفاع للهجوم كويس، وخصوصا لما بيكون فرجاني في حالته، فرجاني ما بتقدم لقدام بشكل كويس فبيحرك الفريق بشكل كويس. فانا شايف ده منطقي جدا. لو رجعنا بالمباريات لورا شويه وتبص على مباراه الترجي هتلاقي نادي الزمالك كسب مباراه الترجي بنفس الطريقه، بعدها على طول مباراه السوبر المصري هتلاقي الزمالك وصل ضربات الجزاء بنفس الطريقه. دايما انا عندي مقوله بقولها دايما عن نادي الزمالك، لو الزمالك بيدافع كويس ما تخافش عليه هجوميا، ده على مدار الاجيال. بس كان ممكن المباراه كريم مش كل، انا معاك ان انت مش هتقدر تسير المباراه زي ما انت عايز في كل الاوقات، وان ممكن وانت بتدافع يجي في الجون والتاني عبال ما تيجي ترجع المباراه، او حتى السيناريو بتاع امبارح لما جه فيك الهدف مش هتقدر ترجع تاني بالسرعه دي، او ممكن المباراه كانت تتصعب بعد كده. لكن صدقني الزمالك لما هيدافع ويتخلى عن حظر الدفاع من بدايه المباراه كان ممكن يجي هدف واثنين وثلاثه، لان مشكله نادي الزمالك دايما وهو بيهاجم مش وهو بيدافع، وهو بيدافع واللعيبه بتقف صح زي ما احنا بنشوف في الطريقه اللي احنا بنتفرج عليها دلوقتي، بيقفوا كويس جدا وبيستغلوا القدرات والامكانيات اللي عندهم قدام. لكن الزمالك دايما لما بتلاقيه ضاغط على اي فرقه من قدام من بدايه المباراه وبيبقى في جاب كبير جدا ما بين حارس المرمى اللي هو ابو جبل والاثنين المساكين، بتلاقي الجاب ده صعب تقدر تغطيه باثنين مدافعين موجودين او اي اثنين مدافعين بتلاقوهم موجودين. ودي على فكره كانت مشكله بتقابل النادي الاهلي في فتره من الفترات، اللي انت بتلعب دفاع متقدم وبتعمل ضغط عالي. هي حاجه كويسه وبنشوف انديه كبيره جدا في العالم بتنفذ طريقه الضغط العالي، ان انت بتعمل بريس من وسط ملعب الخصم، لكن برضو لو شفنا مانشستر سيتي هتلاقي برضو عنده مشاكل كبيره جدا لو ما قدرش يستخلص الكره بسرعه وتعملت عليها هجمه مرتده او اي حاجه في ظهر الدفاع، فدي تسبب مشاكل كبيره جدا. فالزمالك امبارح انا شايف او اي مباراه كبيره بيأديها بشكل كويس عشان اللعيبه كلها تحت الكوره بيلعبوا كومباكت، كلهم قريبين من بعض، مفيش حد بعيد، مفيش حد طاير لقدام وسايب الفرقه بتدافع بس. الكلام ده كله مبقاش موجود دلوقتي في نادي الزمالك، كله حاسس بالمسؤوليه، كله بيرجع لورا. زي ما قلت لك وارد ان انت يجي في جون بس انت محافظ على نفس الشكل بتاعك. عجبني الزمالك جدا كمان بعد ما احرز هدف التعادل ما رجعش لورا وبدا يدافع عشان يحافظ على الجون، لا ده استغل الفرصه والبدن اللي احمد اتكلم فيه، العوامل البدنيه كانت عند الرجاء وخصوصا الشوط الثاني ظهرت، الزمالك قدر يستغلها بالهدف الثاني والثالث. فانا شايف ان انت تبدا بالطريقه دي، وخصوصا كمان مباراه الاهلي اي مباراه كبيره لازم تبداها بالطريقه دي، الزمالك هينجح فيها. طيب مجدي ناخد من كلام كريم، يمكن النادي الزمالك بعد ما جاب هدف التعادل شويه نادي الزمالك ضغط وكمل وداس على الرجاء من الناحيه البدنيه، هل انت شايف ان نادي الزمالك بعد الهدف قرار ان انا ادوس وان انا اكمل وان انا اجيب الثاني والثالث، هل ده قرار لعيبه ولا قرار مدير فني؟ عشان انت عارف ان في الملعب المدير الفني 40% بيتكلم وتكتيك ويوجه، لكن التنفيذ بيكون على اللعيبه، 60% من اللعيبه تقريبا او 60% من اللي موجود في الملعب بيكون قرارات لعيبه. هل انت شايف ان الزمالك القرار اللي اخذوه هل قرار ان انا اكمل اجيب الثاني والثالث ده قرار لعيبه، ولا الزمالك كان بعد الهدف اللي جابه باتشيكو كان عايز يدافع، او الزمالك كان عايز يدافع علشان خاطر يحافظ ويتأهل، يقول لك مش عايز يخش فيها جون تاني عشان الموضوع ما يتصعبش؟ انت شايف السيناريو في الملعب مش ازاي؟ بص اعتقد اما الزمالك جاب الجون ما اعتقدش باتشيكو بقى او قبل حتى ما يجيب الجون اعتقد مش باتشيكو هيقول لهم يلا دلوقتي، لا هو ده جزء من اللعيبه يعني، جزء انت ممكن تجيب هدف ده جزء من اللعيبه فتدافع يعني تاني. لا ما هو حلو ده الكلام ده، ما اقول لك اللعيب ده بقى نفسه بيحس الكلام ده من جواه، انا جبت جون انا عاوز انزل ادافع زي ما الرجاء عمل. رجاء عمل جاب الجون ونزل تحت الكوره بطل ضغط من قدام وبطل استحواذ على الكوره وكام رجع لورا، خلى الزمالك نفسه يبدا يفوق ويبدا يستحوذ. لكن انت الزمالك اللعيب برده خلي بالك اللعيبه دي كلها دوليه، لازم احس انا باللعيب اللي قدامي عامل ازاي، الجزء البدني بتاعه عامل ازاي، ادوس عليه امتى، امتى اقف، امتى اتحرك، امتى اشتغل. فده جزء، الجزء ده بيتقال امتى يا عمر؟ لما يكون المدرب نفسه مجزأ المباراه يعني شغال الشوط الاولاني بطريقه وبعد كده نص الشوط الثاني اشتغل بطريقه والشوط بقيه الشوط الثاني اشتغل بطريقه. لا انت الزمالك جاب يعني هو اول لما الجون جبت على رجاء نزل رجاء تحت خلاص، خلى الزمالك عنده نفس في الاستحواذ وفي الحركه والتحركات، وبدا الزمالك بعد ما جاب الجون الاولاني حس ان لعيبه الرجاء بدنيا وقعوا، المساحات كبرت جدا جدا جدا، فاللعيبه نفسها واحد زي بن شرقي واحد زي فرجاني ساسي واحد زي احمد، اللعيبه دي كلها دوليه، هتحس ازاي، هتشم اللعيب نفسه قدامك عامل ازاي، انت لما تشوف اللعيب مثلا واقع بدنيا قدامك بتروح عامل ايه؟ يلا انا هروح عليه، انا واقف على رجلي وبتاع هروح عليه واشتغل واجيب جون والثاني والثالث والرابع. فهو الجزء البدني انا اعتقادي الشخصي ان لعيبه الزمالك شمت جزء البدني بتاع الرجاء وقع، فلازم ادوس دلوقتي، لازم ادوس دلوقتي، ايه اللي هيرجعني ورا؟ اصلا الفرقه مش قادره، فلازم ادوس دلوقتي. فهو بقى جزء من المدرب وجزء لازم يكون من اللعيبه، لان انت خلي بالك انت في ساعات المدرب بتقعد تتكلم مع اللعيبه انا عاوز اشتغل ضغط من قدام واشتغل وجيب جون وكمل نفس الطريقه، تلاقي بعد ما جاب الجون اللعيبه تلاقيها لوحدها من غير ما انت تقول لها حاجه،
والمدرب يقول لك اطلع انت ما بتشوفش ما تلاقي اطلع قدام اطلع لقدام اطلع قدام تلاقي اللعيبه نفسها واقفه خايفه على الجول. الرجاء عمل كده لكن الزمالك داس بعد ما جاب الجول الاول. طيب بص يا جماعه يمكن انا عايز اتكلم كده في مبادره يعني حابب ان انا ابدا بيها لحد ماتش الزمالك الزمالك والاهلي اهلي وزمالك حوالي فاضل يعني يعني الساعه كام لسه ناقص 21 يوم او 22 يوم على مباراه الاهلي والزمالك. اللي انا طالبه بس من كل الاعلاميين المحللين والصحفيين الناس عايزين يعني عايزين نعمل مبادره ننبذ بيها التعصب، عايزين نهدى الفتره اللي جايه، مش عايزين تصريحات تسخن الدنيا قوي. عندنا حاجه مهمه، ماتشين لمنتخب مصر، ماتش يوم 14 وماتش يوم 17، وعندنا كمان تجميع للمنتخب الاولمبي، فاحنا عايزين الفتره اللي جايه نهدى بالريتم وعايزين نهدى كمان بالتصريحات، مش عايزين بقى نقصف جبهات ومش عايزين ناخد تصريحات على حساب مسؤولين في الاهلي او مسؤولين في الزمالك علشان خاطر نولع الدنيا. هنوصل لحد يوم 27 الدنيا هتكون سخنه جدا على السوشيال ميديا، الدنيا هتبقى سخنه جدا، ما حدش هيتقبل. عايزين نشوف المنظر اللي احنا شفناه مثلا ما بين زين الدين زيدان وجوارديولا في الشامبيونز ليج. الاهلي كسب اللعيبه تسلم على بعض، الزمالك كسب اللعيبه تسلم على بعض. عايزين نشوف الكابتن سيد والكابتن امير مرتضى لو يعني يسلموا على بعض. عايزين ندي صوره حضاريه للعالم كله ان النهائي الافريقي الاول ما بين الاهلي والزمالك هو في مصر، وان الفرقتين كبار وان اللعيبه كبار. فده رجاء واملا مني لكل الساده الاعلاميين الزملاء لكل الناس اللي موجوده في المجال الاعلامي، ان احنا عايزين بس يا جماعه نهدى علشان الدنيا يعني ما تبقاش صعبه على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا هي نتاج لتصريحات موجوده اعلاميه في برامج الكوره، قصف جبهات، كل واحد بيعلي على التاني. فانا بس اتمنى ان ده يحصل واتمنى ان احنا نشوفه. وانا يعني اعتقد ان طيب معانا تليفون. طيب ماشي نروح لتليفون مهم جدا جدا مع المهندس هاني زاده عضو مجلس اداره نادي الزمالك. يا فندم الف الف مليون مبروك وتستحقوا بجداره. متاخره يا عمر. ما احنا يا فندم امبارح اجازه. ميدو يا فندم اللي كان طالع واحنا بنطلع خميس وجمعه وسبت. يا عمر متاخره عند حضرتك حق على دماغك. انا لولا حبايبك يعني اللي انت عارفهم هم اللي زنقني معاك، لكن انا بحبك وانت عارف طبعا كابتن ربيع ياسين ده عشره عمر معايا يعني. ربنا يخلي عليك يا باشمهندس. طبعا تحيات كابتن طبعا كابتن احمد موجود اهو على اليمين حبيبي. ازيك يا باشمهندس؟ كابتن كريم ذكري طبعا. صحيح يا فندم. ربنا يخليهم الزملكاويه الجمال. ربنا يخليك يا فندم. يمكن ببارك لحضرتك مره تانية وثالثه ورابعه. الزمالك يستحق بمجلس ادارته بجماهيره بلعبته اللي قدروا امبارح يتفوقوا على نفسهم ويتفوقوا على الرجاء. بقى 1 نوفمبر هنلعب، 4 نوفمبر هنلعب. الزمالك ان شاء الله كده كده موجود في المباراه النهائيه. الحمد لله يعني وسط الظروف اللي انتوا كلكم عارفينها، وسط الضغط الرهيب اللي علينا كمجلس من اولنا لاخرنا، ان امبارح طبعا الاولاد شرفونا. وانا على فكره كان عندي نوع من كده نقدر نقول الحاسه السادسه بقى نقول اي حاجه. انا مطمن للفرقه، الفرقه ما شاء الله دلوقتي، غير ان هم طبعا لعيبه ومحترفين وفاهمين الواجب شكله ايه. الفرقه عمر انا اعتقد وانت معاك اتنين بتوع كوره ما شاء الله يعني، سواء احمد او كريم. كان في حديث انا زي ما انا قلت قبل كده مع معالي الوزير امبارح، فهو طبعا برضه بيقول لي يعني هنعمل ايه، وكان بقى كل زملاء احمد مرتضى ومنصور واحمد جلال وكابتن تيجانا وحماده انور وعلاء مقلد. قلت له يا ريس دلوقتي لو احنا فنطناها، الزمالك دلوقتي عنده فردتين في الهجوم يمين وشمال بن شرقي وزيزو، وعنده اتنين في الوسط اللي هم طارق وفرجاني، واثنين فدائيين ورا محمود الونش ومحمود علاء، واحسن جول في افريقيا في رايي انا يعني ما فيش مشكله اللي هو محمد ابو بكر. قلت له يعني ده القوام الاساسي، طبعا بقى مع عبد الله جمعه ومع الباقي بيبقى حاجه ثانيه خالص. قلت له انا شايف ان الفرقه الحمد لله انا مطمن لها يعني، او احنا كزملكاويه او الحمد لله هم ما يعني ما كتبوش خبر الاولاد بعد الجون اللي جه. وانا بحمد ربنا ان الجون بتاع الرجاء يا عمر جه بدري، لانه لو جه متاخر وما لحقتش كان مشكله بقى انك انت تروح ضربات الحظ الترجيحيه، والله اعلم ايه اللي كان يحصل فيها. كويس جاي بدري طلع الطاقه اللي في لعيبه الزمالك لعبوا الكوره بقى اللي احنا بنحبها كلنا.
طيب يا فندم انا معلش السؤال كده، انا كنت بتكلم وبشيد بالدكتور محمد اسامه في البدايه، قلت ان هو عامل دور كبير جدا مع كل اللعيبه اللي ممكن يحصل لها اصابه في نادي الزمالك، واشدت ايضا ان هو عمل لهم قياسات قبل ما الفتره بعد الكورونا رجعت، وبصراحه دي فرقت يعني بدنيا مع نادي الزمالك. ولكن بصراحه انا عايز اعرف ايه اللي حصل يا فندم مع الونش. الناس اتكلمت وقالت ان الونش عنده غضروف وان هو هيغيب 3 شهور، وبسم الله ما شاء الله الله اكبر ربنا يحفظه يا رب ويبارك فيه، لعب المباراة ولا كأن أي حاجة حصلت. فمعلش في سر يعني، لو ينفع أن حضرتك تقوله لنا عشان احنا كمان نستخدمه. طبعاً كلامك صح. كلامك صح بالنسبة للدكتور محمد أسامة والجهاز الطبي، مظبوط؟ تمام. وهم الحقيقة قاموا بمجهود كبير، والحقيقة برضو إن أمير مرتضى ولازم نديله حقه زيادة وبتاع، قفل على الليلة دي كلها تمام، وما خلاش أي خبر يطلع بالنسبة للوش. وانت الحمد لله مكمل زي ما انا عرفت يعني، وباذن الله بعد ما تخلص البطوله ممكن ان هو هيروح المانيا، بس يعمل اللي هو ايه زي ما نقول عليه، هيروح مع الدكتور محمد اسامه يعمل اللي هو الكشف على رجليه بس للاطمئنان. لكن الحمد لله انتوا كلكم شفتوه، ربنا يبعد عنه الاصابه هو وزمايله. الحمد لله كان ونش فعلا امبارح يعني ما كانش بيخلي كوره تقع. صحيح. طيب قبل هو حقيقه من الاولاد اللي انا بعتبرهم الجنود اللي دايما موجودين في نادي الزمالك، محمود الونسي يعني. قبل المباراه كلنا كنا خايفين من التحكيم، التحكيم اللي في الملعب والتحكيم اللي في الفار يا باشمهندس، ولكن بعد المباراه او اثناء المباراه عايز اعرف راي حضرتك في التحكيم. بص، دور قبل نهائي افريقيا قدام العالم كله، سيبك من النظريه يا بتاعت المؤامره ان هم يجوا يتامروا علينا والكلام ده، ما ينفعش. وبالذات ان الماتش هنا بصرف النظر عن وجود الجمهور من عدمه. تمام. ما ينفعش ان يبقى يعني ده المفروض ولو بنسبه 90%، والحكم الحقيقه كان متوازن جدا، كان حيادي اللي هو نضاي، كان صحيح. يعني معقول. صحيح. انا ما اعرفش لو جسامه لسه هو اللي كان في كان موجود في الفار. هو كان في الفار، انا بعتقد ان دي حاجه جديده عليه، لان جسامه ده اخصائي بيقتل في الفرق المصريه، الزمالك والاهلي بالذات يعني. صحيح. صحيح. فالحمد لله عدت على خير والتزموا بالحياديه كامله بالنسبه للزمالك وبالنسبه للرجاء. والحقيقه انا برضو عايز اشكر مسؤول نادي الرجاء امبارح، الحقيقه كانوا معانا وبين الشوطين، والحقيقه ناس في غايه الاحترام، علاقات جميله ما بين مصر والمغرب. طب يا فندم يعني بصراحه كده المباراه يوم 27، وانا اتكلمت وقلت ان الفتره اللي جايه عايزين يعني الفرقتين بقى الكسبان يسلم على الخسران ونشوف حاجه تليق بنهائي افريقي ما بين يعني لاول مره في التاريخ دوري ابطال افريقيا نهائي بين اهلي وزمالك. ولكن يا فندم هل الزمالك، لو هنتكلم فنيا، هل الزمالك هيعتمد ان هو كسب في اخر ماتشين نادي الاهلي وبالتالي هينزل بالفكر ده، ولا دي مباراه بقى هتكون مختلفه بشكل مختلف بفكر مختلف كل حاجه هتكون مختلفه فيها؟ الحقيقه التساؤل او السؤال بتاعك عمر في منتهى الجمال. اقول لك ليه؟ لما انت بتكسب ومعاك احمد مجدي وكريم، انا عايز اسمع رايهم. لما انت بتكسب فرقه معينه، انت مثلا بتكسب الاهلي في اخر ماتشين، الجيل بتاع اللعيبه الفرقه اللي بتكسب دي بتبقى نازله ماتش الاهلي والزمالك وهي مستريحه نفسيا، معرفش كلامي صح ولا غلط. ليه؟ نزلوا قدامه مرتين كسبوا منها السوبر الاماراتي وماتش 3-1 اللي كان هنا. تمام. فطبعا دي بتدي ثقه مش غرور، في فرق ما بين الثقه والغرور. بس بتدي ثقه واريحيه. لا والله ده احنا نازلين غلط ايه. وفي فرق لما بتقعد تخسر من النادي الثاني 3-4 سنين ورا بعض تلاقيها نازله خسرانه. تمام. يعني انا فاكر اوتوفيستر زمان في 2000 اول ما مسك الفرقه قال لهم انزلوا مكشرين مش عارف ايه، وكسبنا يوميا 2-1 بتاع بشير التبعي ومش فاكر الكون الثاني كان مين. فاللي انا اقصده بتدي اريحيه. الناحيه الفنيه طبعا كل واحد زملكاوي او اهلاوي هيقول ان فرقته هي الاحسن. صحيح. كل واحد هيتمنى ان فرقته هي اللي بتكسب، وده حق مشروع للفرقتين. بالطبع انا بالنسبه لي كراجل زملكاوي من 60 سنه اهو، اتمنى طبعا ان فرقتي تكسب يعني. يا ماتشين هتفرق مع حضرتك مع الاهلي والزمالك على ماتش واحد؟ ماتش واحد هتخلي الماتش اصعب؟ يعني لو لعبنا يعني انا بتكلم ان النظام الجديد حضرتك دلوقتي هي مباراه نهائيه واحده. انا شايف ان النوك اوت لصالح نادي الزمالك. لو هنرجع للماتشات اللي فاتت بدا من الافريقي ومسابقه السوبر الافريقي والسوبر الاماراتي مع الاهلي وكلام من ده، لعيبه الزمالك الحمد لله الحمد لله الحمد لله الماتشات الفاصله دي لا بيجيدوا فيها احسن.
الزمالك يعني واضح قوي ان هو بيجيدوا فيها احسن. يعني المكافآت اللي لو الزمالك حقق دوري الابطال هيحصل على كام؟ لا بص صار مرتضى انا عارف كويس قوي انه فتح بند المكافآت دي، وامبارح هو كلمهم على فكره على التليفون ودي ما فيهاش مشكله. وزي ما قلت لو انت عمر فعضو في مجلس اداره نادي الزمالك ونفس الظروف اللي فيها هتدي مكافآت زياده ولا مش هتدي؟ طبعا هدي طبعا، ده انا هبقى اسعد واحد في العالم. واحنا الحمد لله المجلس الحالي من سنه 2014 ما وصلناش عندنا اي مشاكل ماليه مع اللعيبه، مش زي التسع سنين اللي انتم فاهمينهم يعني. انا بشكرك يا فندم وبقول لحضرتك مره تانية الف مليون مبروك على صعود نادي الزمالك للمباراه النهائيه بعد ما قدم مباراه كبيره جدا قدام الرجاء المغربي. المهندس هاني زياده عضو مجلس الف شكر. الف نادي الزمالك بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. يمكن انا عايز اروح معاكم تاني بقى يعني عشان عايز انط بالاحداث من سؤال انا سالته للمهندس هاني زياده، هل مباراه الاهلي والزمالك النهائيه بدل ما هي ماتشين بسبب سنه الكورونا تبقى ماتش واحد او مباراه واحده فقط يا كابتن كريم، هل شايف ان مباراه واحده فقط هتبقى اصعب من ماتشين بالنسبه للماتش النهائي؟ لا انا شايفها احسن واسهل وشايف هتبقى مباراه كويسه يعني النهارده. طب في حسابات المدربين ماتشين غير ماتش؟ طبعا لان احنا يعني انت بتتكلم ان دي ظروف خاصه كمان، يمكن الحمد لله ان فرقتين وصلوا من مصر، لكن لو هي من مغرب مثلا ومصر ما الموضوع هيختلف للمدرب، واكيد سياسه المدرب وهو خارج من القاهره رايح يلعب مثلا فريق مغربي بره هتختلف غير ما بيلعب في ارضه. فاعتقد ان المباراه بتبقى ممتعه اكتر، بتبقى احسن، بيبقى خلاص مالكش فرصه تانية، ودي اكتر حاجه ممتعه في الكوره بصراحه. انت تتفرج على مباراه، انا شايف من وجهه نظر انا مش عارف صح او غلط يعني، بتتفرج على مباراه ملهاش اعاده، ملهاش مباراه تانية، بيبقى في حسابات تانية مختلفه عند مدربين كتار جدا. خلي بالك الفرقه المصريه عانت بشكل كبير جدا صحيح. من مباراه الذهاب والعوده بنشوف الفريق شمال افريقيا بالاخص بيجي هنا بيعمل معاك مباراه يعني بتلعب نصها والنص التاني بيضيع وقت يعني، خلينا نتكلم بصراحه، بتروح هناك بيكون هو مسيطر على المباراه من هنا. فانا شايف اللي كانت مباراتين دي اكتر الفرق اللي كانت تتضرر منها الفرق المصريه عموما سواء في الكونفدراليه او ابطال افريقيا. فانا شايف ان كمان فريق مصري فرقتين مصريين موجودين ده حاجه كبيره جدا، ويا ريت النظام ده يتطبق بعد كده حتى لو فرقتين من بلاد مختلفه تختار ارض محايده وتعمل فيها مباراه، لان انا بقول لك اكتر فرق عانت في الفترات الاخيره دي كلها هي اهلي وزمالك والفرق اللي بتوصل. طيب مجدي هسالك نفس السؤال بس بشكل مختلف علشان انا عايز ارجع اتكلم على ماتش الزمالك عشان ما اتكلمتش لسه على زيزو ولا بن شرقي ولا اتكلمت على مصطفى محمد. هل انت شايف ان موسيماني وكارتيروم ازاي ممكن يلعبوا المباراه؟ هل هيكونوا خايفين؟ هل كل واحد عنده ثقه في لعبته؟ هل كل واحد هينزل زي ما باتشيكو عمل؟ موسيماني ممكن كمان يبقى مقفل، يبقى حريص جدا على ان هو ما يبداش بالهجوم علشان خاطر ما يدخلش فيه هدف بدري، وانت عارف ان الماتش ما فيهوش تعويض. ازاي باتشيكو وموسيماني هيبداوا المباراه او ازاي هيفكروا في المباراه من دلوقتي؟ بص باتشيكو واخد نفس نهج كارتيرون ما حب التغييرات في يعني في استحواذ في الكوره في اوقات كتير الزمالك ما كانش موجود عند كارتيرون، كان عنده مشكله في الاستحواذ على الكوره، وكارتيرون بيشتغل في الماتشات الثقيله كويس جدا ويقدر يعمل كومباكت في وسط الملعب مع الضغط يلعب على الحاجات الفرديه عن الزمالك. لكن موسيماني وعن طريقه هجوميه بحته يعني، وبرده واخد من فايلر يعني، زود حبه حاجات لكن واخد نفس طريقه الاستحواذ والضغط في مكان الكوره والكثافه الهجوميه والاستحواذ يعني نفس السيستم. ما اعتقدش حتى باتشيكو نفسه ما عندوش وقت ان هو يشتغل يعني، باتشيكو نفسه ما عندوش وقت ان هو يغير طريقه لعب، وهو اصلا اوريدي هو متحفظ بطبعه من اول لما جه نادي الزمالك الفتره الاولانيه بتاعت نادي الزمالك هو على طول متحفظ بيلعب تلاته في وسط الملعب وما بيلعبش على الاستحواذ وما بيلعبش على لا هو بيشتغل على طول بيامن نفسه وبعد كده يلعب على المهارات الفرديه بتاعت نادي الزمالك. لكن موسيماني زي ما شفت ولا عن طريقه هجوميه ما يقدرش يغير طريقه يبقى يعمل طريقه دفاعيه للنادي الاهلي في التوقيت ده، لا هيبدا يشتغل نفس الشغل بتاعه ونفس الاستحواذ ونفس الضغط ونفس الكثافه العدديه اللي عاوز يجيب جون وعاوز يستحوذ على رتم الماتش وعاوز يشتغل. فاعتقد هما الاثنين يعني دي مدرسه ودي مدرسه، الزمالك يلعب بمدرسته اللي هو هيلعب ثلاثه في وسط الملعب ويقفل المساحات ثلاثه ولا اثنين؟ اعتقد يلعب ثلاثه، هيلعب نفس الشكل اللي هو مش هيلعب لو اوباما رجع ما هو بص خلي بالك اوباما قدامهم اوباما ما بيعرف ما حدش بيعرف يقوم بالدور بتاعه، عشان كده امبارح لعب بثلاثه، لو كان اوباما موجود كان لعب باثنين قدام اوباما لان اوباما بيقدر يبقى يعني بيعمل ربط دفاعيا وهجوميا،
فاوباما الدور بتاعه ما حدش بيعرف يعمله في الزمالك، فلما بيحصل لك مشكله اوباما مش موجود الشكل العام بيتغير. لعبت ثلاثه الاطراف وسط الملعب امبارح الدنيا باظت، او السيستم بتاع اللعب كان شكله وحش. لكن مع وجود اوباما يلعب باثنين قدامهم واحد، لان اوباما بينزل يدافع كويس جدا وبيقدر يشتغل في التحول كويس جدا جدا جدا. فالزمالك هيشتغل بنفس طريقته، وموسيماني اعتقد برضه هيشتغل بنفس طريقته اللي هي المعروفه، عشان عاوز يمسك المباراه وعاوز يمسك ريتم المباراه، وهو اللي يبادر وهو اللي في ايده المباراه. ولكن انا من وجهه نظري اللي يحسم المباراه دي هي المهارات الفرديه. احمد سيد زيزو، بن شرقي، مصطفى محمد مع اوباما، انت عندك الكواليتي بتاع الواحد ضد واحد احسن من اي حد موجود في مصر. يعني كدفاعيه لما تيجي تدافع قدامي بن شرقي اي حد بيعدي منه. احمد سيد زيزو عنده المهاره والسرعه، بالذات احمد سيد زيزو لما بترمي ناحيه علي معلول، يعني بترميها ناحيه علي معلول ويستنى السرعات والمرتدات والكلام ده كله، هيعمل مشاكل كبيره جدا جدا. فهي الزمالك بيلعب على النقطه دي، النقطه دي موجوده واللعيبه فايقه، تقدر تروح واحد واحد هيعمل مشكله كبيره جدا جدا للنادي الاهلي. لان خلي بالك النادي الاهلي لما بتستحوذ على الكوره وتشتغل في توقيت الضغط والكلام ده كله بيبقى فيه مساحات، بيبدا فيه مشاكل، فيبدا لعيبه الزمالك تقدر تستحوذ على الكوره وتقدر تروح واحد ضد واحد وتعمل مشاكل كبيره للنادي الاهلي. لكن النادي الاهلي ما اعتقدش من وجهه نظري ان هو موسيماني هيبدا يغير شكل الفرقه ويلعب بثلاثه في وسط الملعب ويدافع ويستنى في وسط الملعب عشان يخايف وبتاع والكلام ده كله، صعب. ما اعتقدش يغير السيستم بتاعه في مباراه. هو طيب. عملهاش كمان في مباراه الوداد في المغرب زي ما احمد بيتكلم، هو ما غيرش في طريقه اللعبه، بس يمكن شفنا اختلاف الاهلي ما بين فايلر وموسيماني. موسيماني يمكن فايلر على طول في المباريات اللي كانت بره القاهره على طول دايما بيلعب بثلاثه وسط ملعب، بيحب يامن نفسه، صح يا احمد؟ لكن في المباراه بتاعت الوداد هو جد، بص موسيماني جد، فاجئنا كلنا، جدد ورجع روح النادي الاهلي للاعيبه النادي الاهلي. بس هو واخد من فايلر، يعني ما ينفعش تقول اللي هو خد عمل شكل هو ما عملش مختلف. ممكن انا ممكن اضيف لك حاجه، هو انا شايف ان موسيماني ما كانش ينفع يغير، يعني هو كان لازم ما ده اللي بتكلم فيه. يعني ممكن يغير من الموسم باتشيكو لما جه ما عندوش وقت يشتغل، حتى لو عنده طريقه هجوميه مش يقدر يحول طريقه كارتيون في وقت وده بتتحسب للمدرب ان هو عنده ذكاء. ما هو ذكاء وده سيستمه، هو ده سيستمه. موسيماني سيستمه هجومي، فلما جه لقى اوريدي الفرقه عندها جزء هجومي كبير جدا، في النادي الاهلي عنده جزء كبير، بس هو جدد الحاجات. كان في تحفظ يا احمد بره من مباراه النادي الاهلي. انا شايف ان ثلاثة ده مش سيستم لا ولا طريقه لعب النادي الاهلي. بالظبط، تلعب ثلاثة في نص الملعب. بالظبط، النادي الاهلي دايما على طول بيلعب اثنين قدامه واحد، هو ثبت النظام حتى في النقطة اللي برضه لازم تاخد بالك منها. فايلر قبل الكورونا كان هو جو موسيماني دلوقتي. ماشي، ما هو فايلر قبل الكورونا كان عنده اسبابه الشخصيه اللي كانت مخليه فايق. لا انا بتكلم ان سيستم اللعب بعد الكورونا هو اتغير تماما. كان سيستم اللعب كان هو ده زي موسيماني بيعمل بيشتغل عليه. موسيماني غير حبه حاجات، لكن بعد الكورونا فايلر ما كانش بقى في 4 4 2 ومش عارف مين على الخط، يعني بدا يبوظ. لكن موسيماني خلي بالك ذكي، ما بيفتيش. واحد زي مجدي قفشه مش هينفع تطلعه على الطرف. بالزبط. لا احطه في الحته دي عشان هو اللي يقدر يربط زي اوباما بالظبط، ما يربط الخطوط بينه وبين بعض. هو نفس الموضوع، ما يحطش واحد بطيء او ما يقدرش يروح واحد بسرعات على الطرف. بالظبط، هتبقى صعبه جدا. هو ما بيفتيش، هو بيعمل الايه، يعني بيشتغل اللي هو السهل الممتنع من الاخر، عشان كده شكله كويس. طيب قبل ما اروح معاك للتحليه ونتكلم على زيزو ونتكلم على بن شرقي ونتكلم على مصطفى محمد، عايز اسالك سؤال مهم. طالما انت فتحت وجبت سيره النادي الاهلي، مين اللعيبه او مين اللاعب او الاثنين اللي انت ممكن الزمالك يكون عامل حسابهم او خايف منهم، او باتشيكو هياخدوا جزء كبير من كلامه عنهم؟ يعني هيتكلم يقول لك فلان الفلاني تخلي بالك، تامن مان تو مان، ما تخليهوش يجي بوشك او يجي بوشه، دايما خلي مساحه بينك وما بينه. من اللعيبه الثاني اللي ممكن يقول له دايما الزق فيه، ما تدوش مساحه علشان ينطلق؟ اكيد في اثنين لعيبه او ثلاثه او لاعب او وات ايفر الرقم اللي انت شايفه من لعيب النادي الاهلي اللي ممكن يكون قلق لنادي الزمالك. لا انا ممكن اتكلمت في النقطه دي وجزئيه مهمه جدا اللي انت كان فيها عمر، ان مين نجم النادي الاهلي او مين اللعيب اللي تخاف منه في النادي الاهلي وتعمل له الف حساب. مع فايلر سيستم لعبه اداء، مع موسيماني هتلاقي زي ما احمد بيتكلم برضو الاداء اختلف، لكن في نزعه هجوميه شويه انا شايفها بالنسبه لموسيماني. يمكن يبدا لعيبه كتيره جدا خدت جرأة معاه في وقت من الاوقات. كانت مشاكل النادي الاهلي في الحلول الفرديه، اول ما الكره بتيجي عند حسين الشحات او ايا كان وات ايفر اللي بيلعب على الخط او البلاي ميكر اللي موجود عند النادي الاهلي، كانت الشخصيه واقعه شويه، اللعيب الواحد واحد مش قادر يعدي، فده كان عيب. موسيماني قدر يحفز اللعيبه بطريقته هو في اوضه اللبس، بدا يديهم الثقه تاني. لكن لو النادي الاهلي بنتكلم على 2 3 عندهم حلول كتيره جدا، عندهم قفشه بيسدد كويس، حسين الشحات بعد الهدف اللي جاب يعني عندهم، مروان في الفتره دي بيسجل وماشي بشكل كويس. لكن لما بتيجي تحسبها انت كمدرب في الملعب او بتحط خطه هتقفل ازاي، النادي الاهلي بيمتاز دايما بالفريق الجماعي. جماعيه النادي الاهلي هي اللي بتبقى الخطوره، مش 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 مهارات فرديه ان انت بتقفل على واحد بس. مطالب ان انت في لعيبه بتقفل عليها، لكن
بتتكلم على فريق كبير زي النادي الاهلي، لا النادي الاهلي عنده 3 4 لعيبه لازم تقف عليهم كويس جدا. وسط ديانج الزيادات بتاعته ما بتتعمل تسديدات، وعنده لعيبه كتيره، لكن انا شايف خطوره النادي الاهلي هي اللي بتغطي على الاداء الفردي. النادي الاهلي في الفتره الاخيره دي او دايما بتلاقي النادي الاهلي اللعب الجماعي، النادي الاهلي جماعي كويس هتلاقي الفرقه دايما في مكسب على طول. فانا شايف الفتره الاخيره فرقه النادي الاهلي لما بدات تشتغل الشغل الجماعي وخدت الجراه الهجوميه من سوماني وبداوا يشتغلوا كويس جدا على المرمى، لا فريق كويس، فريق طبعا كبير. انت لما تيجي تحط الخطه هتحط الخطه بناء على الفريق الجماعي اللي قدامك مش فرد بواحد. فانا ده انا شايف خطوره النادي الاهلي الجماعيه. طيب احنا لسه مكملين مع حضراتكم حوارنا وكلامنا عن مباراه الزمالك والرجاء، وايضا مكملين كلامنا اكيد عن منتخب مصر اللي اتجمع واللي بدا تدريباته. فهنروح للفاصل، وبعد الفاصل هنروح لوقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر الاول في اول تجميع ليه بعد التوقف الدولي اللي موجود في العالم كله، ولقاءات مع الكابتن حسام البدري والكابتن محمد بركات. فخليكم دايما معانا ولكن بعد الفاصل. الحمد لله يمكن الفترة الأخيرة دي يعني في إنجاز للكرة المصرية بوصول الأهلي والزمالك للنهائي الأفريقي، فدي نقطة إيجابية كبيرة جدا للكرة المصرية. إن شاء الله بإذن الله يعني الكلام ده يترجم بقى للشيء الأكبر والاسم الأكبر وهو منتخب مصر. كلمة منتخب مصر فمادام فيها مصر هي الحاجة الأكبر، فإن شاء الله بإذن الله تترجم بإذن الله الخطوة الإيجابية الكبيرة اللي حصلت دي إن شاء الله لمشوار منتخب مصر بإذن الله في الفترة الجاية إن شاء الله. فبشكركم على حضوركم، وفي نفس الوقت برضه هسيب الكابتن بركات الأول يقول لكم كلمة، وفي نفس الوقت معاكم بعد كده عاوزين تسألوا أسئلة إن شاء الله، بس تكون أسئلة إيجابية برضه بالدعم. هم محضرينها أكيد الأسئلة، هم محضرين الأسئلة اللي عايزين يسألوا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بنرحب بحضراتكم، سعداء بوجودكم، وزي ما الكابتن حسام بيقول طبعا لكم دور كبير جدا ان انتوا تساعدونا، واحنا على قد ما نقدر احنا عايزين نعمل حاجه كويسه، فدايما احنا بنبقى حريصين بوجود حضراتكم على قد ما نقدر. يمكن النهارده احنا فاتحين التمرين ان شاء الله باذن الله، التمرينه الاولانيه بعد المعسكر المغلق اللي هي هتبدا يوم 9 ان شاء الله، برضو هنبقى فاتحين التمرين يوم 13 قبل الماتش بيوم ان شاء الله، برضو هنبقى فاتحين التمرين لان ده حقكم ولازم تغطوا اخبار المنتخب. وزي ما الكابتن حسام بيقول احنا طبعا داخلين على مرحله مهمه بالنسبه لنا، عايزين تكاتف الجميع وعايزين المسانده، ودايما بننتظر المسانده من حضراتكم، وما بنزعلش من النقد لان احنا متفقين ان ما فيش حد فوق النقد خالص، ولكن زي ما بنقول لو النقد بناء، انما مثلا يعني ناس بتبقى عايزه تهدم فينا شويه، في ناس يعني بتخبط زياده شويه، يعني الكلام دوت ما بيفرقش معانا ولا بيفرق مع الكابتن حسام. من الاخر يمكن انا يمكن اتعامل مع الكابتن حسام من زمان قوي، الكابتن حسام مش من نوع المدربين اللي بيضغط عليهم ولا اي حاجه خالص، وبيشوف وبيعمل اللي هو من وجهه نظره ده لمصلحه منتخب مصر، وده ظهر في مواقف كتير وهيظهر لسه بعد كده في مواقف كتير. احنا بالنسبه للشغل الاداري سريعا، احنا هنخش المعسكر ان شاء الله يوم 9، اتمرن من 9 ل 13 في استاد القاهره ان شاء الله، هنبقى مثبتين الميعاد الساعه 6:30، انتوا عارفين المباراه هتبقى الساعه 9 ان شاء الله. هنخلص المباراه باذن الله وهنرجع الفندق هنتعشى سريعا كده قبل ما الاجراءات تخلص ان شاء الله، معانا طياره خاصه هنسافر على توجو، هنتمرن هناك تمرينه خفيفه يوم 15، ده هتكون في ملعب ترتان جنب الفندق الاقامه على طول، 16 التمرينه الرئيسيه على ملعب المباراه، 17 ان شاء الله هنلعب المباراه الساعه 4 بتوقيت توجو، 6 بتوقيت القاهره، وان شاء الله باذن الله نرجع، وان شاء الله نبقى نرجع منتصرين باذن الله. يعني عشان نتكلم بمنطقيه، المباراه يوم 27 ممكن كان تاثيرها يختلف، لو كانت المباراه يوم 6 كان ممكن هيبقى تاثيرها مختلف شويه، لكن اعتقد ومتاكد، مش بعتقد انا متاكد، في الوضع الحالي المفروض المعنويات تبقى عاليه جدا، المفروض يعني المعنويات دي تنعكس على المرحله اللي احنا فيها وعلى منتخب مصر، لان بعد كده هم ان شاء الله هيتقابلوا في النهائي، فيبقى المرحله المهمه بتاعت منتخب مصر مهمه جدا بمعنويات عاليه لكل العناصر اللي موجوده من الاهلي والزمالك،
وكل اللي موجودين غير الاهلي والزمالك كمان معنويات لكل اللعيبه اللي موجوده، لكن لعيبه الاهلي والزمالك واصلين النهائي عندهم معنويات عاليه. الناس اللعيبه الاخرين الموجودين بينضموا لمنتخب مصر وده شرف كبير جدا ليهم برضو، فبالتالي في الاجمالي كده كل المعنويات في افضل حاله، فان شاء الله تنعكس بشكل ايجابي على المنتخب باذن الله. مرحبا بحضراتكم من جديد، لسه مكملين معاكم كابتن كريم. منتخب مصر وزي ما احنا تابعنا استعدادات وكلام الكابتن حسام كلام الكابتن بركات، عندنا ماتشين مهمين جدا، علشان كده بقول للناس لازم نركز مع منتخب مصر في ماتشين يوم 14 نوفمبر ويوم 17 نوفمبر. هل انت شايف ومتفائل خير ان شاء الله في مباراة منتخب مصر امام توجو في الماتشين، علشان لازم نحقق يعني نتيجة ايجابية في الماتشين ان شاء الله؟ هو انا معاك ان احنا نركز مع المنتخب ونركز قوي، بس بندعم لغايه ما نشوف النتائج. احنا عندنا هنا برضو بنسبة الاحداث او دايما اختار كذا وما اختارش كذا، بتبقى في حاجات واضحه يعني، حاجات يعني ما ينفعش ما حد يتكلم فيها، زي مثلا مصطفى محمد يبقى موجود او مش موجود، ده امر مفروغ منه. لكن في حاجات ان انت خلاص سايب مين هيلعب اساسي راس حربه منتخب مصر؟ انا شايف مصطفى محمد. ممكن الكابتن حسام يبقى ليه راي تاني وينجح. انا بسالك كل يعني واحد ليه حريه راي طبعا، وممكن تلاقي واحد ثالث، ممكن تلاقيه كهربا، شفنا كهربا ما كانش موجود، كهربا دلوقتي انت لسه قايل خبر ان كهربا يدخل في وقت من الاوقات، ممكن طاهر عشان طاهر مصاب بالظبط، ممكن تلاقي كهربا في وقت من الاوقات وانت بتلعب بره تستغل المساحه، ايا كان اللي هيحصل. فانا شايف ان احنا دايما بالنسبه للاحداث خلاص نسيب الناس تشتغل، هم مباريتين ونبدا نقيم بعد كده، نشوف اللعيبه الكويسه اللعيبه اللي ما كانتش كويسه، المنتخب يستاهل التدعيم ولا ما تبدا في وقفه مع في حاجه كتير بتتغير مع المباريات. دايما المكسب بينسى اي حاجه، الخساره بتظهر اي حاجه ممكن ما تكونش موجوده، هي دي قاعده في كره القدم. طول ما انت بتكسب والامور ماشيه بشكل كويس تلاقي حاجات كتير جدا ما حدش يتكلم فيها. يعني في ناس النهارده بتنتقد حاجات كتير جدا في المنتخب، مجرد ما المكسب هيجي تلاقي الموضوع اتنسى خالص، لكن الخساره بتظهر كل حاجه. فنسيب الملعب هو اللي هيحكم، الملعب هو اللي هيشوفهم ازاي. بص، بعد الكورونا ما عادش في مقاييس للكره، انا شايف كده من بعد الكره، حتى في الدوري الانجليزي، حتى في اي دوريات، حتى في المنتخبات، مش هبقى اي حاجه تبقى جايه في الفتره الجايه دي لمنتخب مصر هتكون صعبه، انا شايفها صعبه طبعا. طيب كابتن احمد، عايزك نفس السؤال بالظبط، منتخب مصر يعني يمكن ماتشين صعبين جدا، ولكن هل انت متفائل ايضا باللعيبه اللي موجوده باختيارات الكابتن حسام البدري؟ كمان احنا دايما اساتذه في حسابات بيرما، يعني ان احنا دايما بيبقى عندنا مشاكل، طب نتعادل، طب احنا لو كسبنا بنظن نفسنا، دايما بنحب نظن نفسنا جدا جدا، ولكن الفتره دي او الماتشين دول محتاجين مكسب نتيجه ايجابيه. لو انت تعادلت في مباراه ممكن الموضوع يبقى صعب جدا بالنسبه لك. ماتشين توجو من الفرق القويه، فرطت في 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 ماتشين بتعادلين، ولكن ان شاء الله تكون ملحوقه. فانت شايف الماتشين ازاي، او شايف منتخب مصر مشواره عامل ازاي؟ زي ما انت قلت، طبعا الماتشين الاولانيين طبعا عملوا ضغط كبير جدا جدا على الجهاز الفني، وطبعا كابتن حسام في الاخر مدير فني كبير، وهو دي اختياراته، سواء بقى اختيارات صح او غلط هو اللي هيتحملها، وهو الجهاز الفني اللي هيتحملها. ولكن زي ما كريم قال برضو، في ظل الكورونا واللي احنا فيه ده الماتشات صعبه جدا جدا جدا، ولكن احنا عندنا برضو الجزء البدني هيبقى مهم جدا. احنا اعتقد يعني لعيبه الاهلي والزمالك هم ثلاث ارباع المنتخب، فالجزء البدني هيبقى يعني اعتقد اقوى من توجو، ولكن الضغط هو الضغط اللي احنا المفروض نتحمله، اللي هو المباراتين اللي احنا لازم نكسب فيهم عشان نبقى مستريحين. فاعتقد المباريات هتبقى صعبه جدا جدا جدا، عاوزه تركيز وعاوزه تدعيم وعاوزه دعم من الناس كلها حوالين المنتخب، ولان الجيل كويس، يعني الجيل يعني نص لعيبه الاهلي والزمالك دلوقتي تتكلم ان هم واصلين نهائي افريقيا مع اللعيبه المحترفين كلهم بيلعبوا متالقين. ف يعني كل الظروف كلعيبه كلعيبه ولعيبه فايقه، لا انت عندك اوريدي المعنويات عاليه كلعيبه، والناس جايه من بره بتلعب اساسي، صلاح وتريزيجيه والناس اللي وحجازي والناس اللي هتيجي، والنني طبعا النني عامل اداء هايل مع ارسنال، مع لعيبه الاهلي والزمالك اللي هم واصلين لنهائي دوري ابطال افريقيا. فانت عندك اوريدي المعنويات في السماء، كل الباقي على الجهاز الفني بقى. طيب عايز اروح لتليفون مهم جدا مع الدكتور محمد فكري، استاذ الامراض النفسيه بجامعه عين شمس. يا دكتور برحب بحضرتك. اهلا استاذ عمر، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك يا دكتور؟ كله تمام؟ تمام، تنفيذ على حضرتك وضيوفك في البرنامج كابتن كريم كابتن احمد. ربنا يخليك يا دكتور. يمكن يا دكتور بقى يعني اول سؤال، وده سؤال اعتقد ليه علاقه بالجماهير، وسؤال مهم جدا للكود اللي بيسمعنا، وعايز حضرتك تقول لهم يعملوا ايه، ازاي الجمهور الاهلي والزمالك يتغلب على التوتر اللي بيعيش فيه في الفتره الحاليه لحد 21 يوم ومباراه الاهلي والزمالك يا دكتور؟
هي طبعا التوتر جزء من جمال كرة القدم، ولكن خلينا نحط الموضوع في الشكل المناسب ليه. هي في الاخر راح بيتفرج على كرة القدم او بيشجع الفريق علشان تنجوي، عشان ينبسط، مش علشان يعيش التوتر الشديد دوت. يمكن التوتر الشديد دوت انا بشوفه، انا عندي كتير الحمد لله برضو على التواصل الاجتماعي الفيسبوك ناس من الجماهير وبشوف تصرفاته. الفكرة ان لما الناس بتحول كرة القدم اللي هي حياتها بس، يعني هو مش مركز لا في شغله ولا مركز في عيلته في العيلة بتاعه ولا أسرته، وبيعتبر ان الكرة هي كل حياته. والمفروض الكرة تبقى جزء من الحياة، ما تبقاش بالطريقة دي بالتعصب اللي هم شايفين الكرة حاجة ظريفة وحاجة جميلة احنا بنروح. طب يتغلب ازاي يا دكتور؟ يتغلب ازاي؟ يعمل ايه؟ يلعب رياضة؟ يشتغل؟ يركز في الشغل؟ يعمل ايه؟ طيب الناس من دلوقتي عايشه في توتر يا دكتور كبير. اي النهارده حضرتك لما هتبتدي تدخل على التواصل تبتدي تتكلم مع الناس اللي دماغها زي حضرتك، ما هيوصلوا لك التوتر. لا انا هبتدي ابعد عن الموضوع، الموضوع لسه قدامه لحد يوم 27 النهارده لسه، فلسه قدامنا على الاقل 3 اسابيع. يبقى انا في 3 اسابيع دول لا خلاص هسيبها لوقتها، انا مش عارف. واحنا النهارده بنقول ماتش 27 بس احنا مش عارفين هل ممكن يبقى في كورونا، هل ممكن ماتشات تتاجل، ممكن حاجات تانية تتاجل، هفضل قاعد متوتر لحد امتى؟ طيب يا دكتور ان انا ما احطش الموضوع دوت في اعتباري. طيب الجزء الثاني يا دكتور، هل فعلا الطب النفسي ليه علاقه باللعيبه اللي موجوده في الملعب وادائها جوه الملعب؟ طبعا حضرتك في كل دول العالم، حضرتك ارجع حضرتك حتى للدوريات المشاهير في ليفربول معاهم معد نفسي، المفروض صح؟ ده شيء صحي جامد. احنا متاخرين عنه كتير. متاخرين عنه كتير لان احنا عندنا، وده وانا برضو يعني من الكلام اللي انا بقوله لحضرتك دول من بعض الناس اللي يعني تشتغلوا في التدريب عندنا في مصر، ان هو اللعيبه مش ما عندهاش الثقافه العاليه بتاعت الاعداد النفسي. صحيح. وتتصور ان الاعداد النفسي انا هنا هو، انا اسف في الكلمه، ان انا مجنون وانا مش عاوز حاجه كده اهو. صحيح. وده مش منطقي خالص. طيب تمام. واول حاجه نسخت عندي حد بيمارس رياضه امبارح كنت بتكلم معاه في اهم حاجه في القصه كلها، انا زي ما اللعيب بيبتدي مثلا لو حصل له شد او ابتدى حس ان هو في اي اصابه بيلجا ويجري على الدكتور العظام، هو برضه لو ابتدى يحس ان هو متوتر، ابتدى يحس ان هو ابتدى قلقان، ابتدى يحس ان في افكار في دماغه مش بيخليه ان هو يتعايش بالنسبه للماتش، لازم يلجا للطب النفسي ساعتها. الطب النفسي ساعتها اكيد يساعد ازاي يتغلب على الافكار دهية، وازاي ان هو يستعيد الهدوء بتاعه ويقدر يبقى في الماتش احسن ويقدر يقدم مباراه كويسه. طيب يا دكتور السؤال الثالث والاخير والاهم، هل الطب النفسي او هل الحاله النفسيه للاعب اللي بيكون عنده اصابه لو هو نفسيا مش مهيأ او هو نفسيا ما حدش احتواه بشكل كويس، هل ممكن تجدد الاصابه مره تانية يحصل له بسبب ان الحته النفسيه عنده مش متظبطه؟ يعني لاعب زي محمد محمود اتصاب تقريبا مرتين ثلاثه، يعني ربنا يشفيه ويعافيه، لكن هل الحته النفسيه محتاج ان هو يتم تاهيله نفسيا كويس زي ما هو بيتاهل طبيا كويس علشان يكون مستعد نفسيا ان الاصابه ما ترجعلوش مره تانية؟ طبعا حضرتك، لان هو التوتر بتاع الواحد لما بيبقى زياده، بالذات لما مثلا اول لو حضرتك نرجع على ذكر محمد محمود زي ما حضرتك ذكرت، هو اول ما راح كان راح النادي الاهلي. تمام. لو نفتكر ساعتها قصه النادي الاهلي، كان النادي الاهلي المستوى متراجع شويه وكان بيحاول يعمل اكثر من صفقه، وكان الامل بتاعهم ان هم يشدوا الفريق. فلما اللعيب يتحط من ضغط، هو كان لعيب في نادي وادي دجله اللي مش عليه ضغوط، وفجاه اتحط لضغوط قويه جدا جدا، وكان هو ابتدى يحط امان الجماهير دي كلها اللي بتشجع النادي الاهلي عليه، فاكيد الشخص دوت بيبقى عرضه ان هو جهازه العصبي ما بيبقاش قوي، وبالتالي بيبتدي ياثر في العضلات بتاعته وفي الديناميكيه بتاع الاشارات اللي بتطلع من المخ لجسمه. فممكن في اي موقف من المواقف اللي زي دي مع الحماس الزايد تبص تلاقيه راح عامل حركه معينه، الحركه دي كانت تؤدي الى الاصابه. طبعا هو برضو جزء من القصه، نكمل واحنا بنتكلم على نفس الشخص، طبعا ما عادش معايا بس انا بحاول اتخيل الموقف. تمام. اللي هو بعد كده هو رجع وكان بيستعجل طبعا ان هو يعني يعوض اللي فات. فبيبتدي برضو حاطط نفسه تحت ضغوط، وبخاصة انها كانت اصابة شديدة قبل كده هو وغايب سنة. تمام. فبالتالي هيبقى راجع وهو برضو عنده نفس القلق ونفس التوتر.
تمام يا دكتور. ممكن عملاله للاصابات بتاعتها. اشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا للدكتور محمد فكري استاذ امراض النفسيه بجامعه عين شمس. يا جماعه الطب النفسي ده مهم في اي حته، كل الفرق في العالم عندها اخصائي نفسي، الموضوع ملوش علاقه بالجنون، ملوش علاقه ابدا باي شيء، هو المزاج النفسي انك تتكلم مع واحد يعرف يهيئ لك الاجواء بشكل عام عشان تعرف بعد كده كل امورك تكون كويسه. عندك ضغط في شغلك، عندك ضغط في البيت، عندك ضغط مع اسرتك، عندك ضغط مع والدك ووالدتك، عندك ضغط مع اصحابك، عندك مشاكل، كل ده ممكن ياثر عليك لو انت ما عندكش الاخصائي النفسي اللي ممكن يطلعك من كل الافلام والقصص اللي انت عايش فيها. هو بيهيئ لك المناخ علشان تعرف تلعب بشكل كويس. كابتن كريم، انا يمكن وقتي بيجري، عايز اسالك على بن شرقي ومصطفى محمد وزيزو عشان نفس السؤال برضه اساله للكابتن احمد مجدي قبل ما اختم معاكم، عشان عندي موضوع عايز اتكلم معاك فيه وعايز اتكلم كمان مع كابتن احمد مجدي فيه. لكن ايه رايك في الثلاثي؟ هل هو فعلا هو كلمه السر في تفوق نادي الزمالك الفتره الاخيره؟ هو حل من الحلول، ويمكن قوه ضربه كبيره جدا لنادي الزمالك. يمكن لو بصينا على الهدف الاول لنادي الزمالك، شوف رجاني ساسا اول ما تحرر بعد الهدف وبدا يستلم الكره في وسط ملعب فريق الرجاء، بص المجهود الهائل اللي عمله فرجاني وادائه الواضح، وفعلا ان هو لعيب كوره. بص على التسديده بتاعته بوش رجله الخارجي، هو سدد على فكره الاول بالشمال وخبطت، وبن شرقي لما تبص على بن شرقي الكره ما رجعت له، وقف على الكره ازاي، ما تخلصت منها بسرعه، وبص على فرجاني واداها له، وفرجاني عملها بوش رجله الخارجي. دي الكواليتي بتاعت اللعيبه. يمكن احمد كان بيتكلم في جزئيه مهمه، ده اللعيب فعلا اللي بتدفع فيه فلوس، ده اللعيب فعلا اللي يجيب لي بطوله. زيزو من يمكن من احسن اللعيبه السنه دي لو بتقيم على مدار السنه كلها، يمكن ممكن تقول طارق حامد وزيزو، يعني في نجوم كتير في نادي الزمالك بس هتلاقي زيزو من ضمن النجوم دي، يمكن هيتحط على طول بعد طارق حامد، فمعاهم اوباما، معاهم طارق حامد فوز. يعني انا شايف ان الخمسه اللي بيلعبوا قدام طبعا مع الاثنين مدافعين، انت هتتكلم على فريق ما شاء الله متكامل، لكن احنا بنتكلم على الحلول اللي قدام. فعلا دي الكواليتي اللي مطلوبه في اي فريق كبير، مش الزمالك بس، ده اي فريق مطالب ان يبص على ساسي وبن شرقي، الكواليتي دي لازم تبقى موجوده. ده فعلا ده بنقول عليه في لغه الكوره، ده اللعيب اللي بفلوس طبعا بالظبط، يعني ده اللعيب اللي يخلص لك اي مباراه. طيب بالظبط. طيب مجدي، يمكن مصطفى محمد الكلام بسم الله ما شاء الله، يمكن الناس اتكلمت، الناس اللي بتفهم قوي في الفنيات، الناس فرحت كلها ان مصطفى محمد جاب هدفين، ولكن الهدف الثاني الناس فصصته وقالت لك مصطفى طلع. بس انا قبل ما اتكلم على مصطفى لازم اتكلم على زيزو. زيزو عدى من اللعيب والتاني وعدى ولحق الكوره قبل ما تطلع ضربه مرمى، عملها كراس باس يمكن بالمقاس على دماغ مصطفى محمد بالظبط. مصطفى طلع في الهواء، وقف في الهواء، وجه الكوره في الاتجاه اللي هو عايزها، يمكن شاطها بدماغه، يعني شاطها بدماغه، حارس المرمى رجاء ما عرفش يتعامل معاه، والكوره هدف اكثر من رائع. وبالتالي مصطفى محمد هو رجل المباراه الاول بالنسبه للكاف وبالنسبه لينا كلنا. فانا عايز اعرف رايك في مصطفى محمد امبارح في المباراه. بص، لو تتكلم طبعا احمد سيد زيزو، الراجل عدى وبص البصه الاخيره، البصه الاخيره دي مش اي لعيب بيعملها، اللعيب اللي عنده كواليتي عالي جدا جدا، اللي هو يقدر يحط الكره في المكان الصح. فانا من وجهه نظري احمد سيد زيزو احسن لعيب في مصر، وكواليتي مختلف على موجود في مصر، يعني ده يحترف بكل سهوله. يعني عنده كل الامكان، سريع قوي بصير، يعني بيقدر يعمل سروهات، بيشوط، يقدر يلعب حتى رقم 10 اللي هو لو بيلعب 3 في وسط ملعب بوكس تو بوكس يقدر يعملها، يلعب تحت الفراوده. لا، لعيب مهم جدا جدا نادي الزمالك. مصطفى محمد، انا من وجهه نظري حتى وقتنا هذا الزمالك مش عارف يستغل مصطفى محمد. يعني كميه الكروسات اللي بتعمل مصطفى محمد قليله جدا. يعني مصطفى محمد تعال بص، بطوله افريقيا اللي كانت هنا كل الاجوان اللي جت جابها ثلاث ارباعها جابها بدماغه. الزمالك لو اشتغل تارجت على مصطفى محمد في منطقه الجزاء، مفيش مدافع في مصر ولا في افريقيا يقدر يطلع مصطفى محمد ويلعب معاه كره بدماغه وهو جاي بوشه للجون. الراجل بيطلع وبيقف في الهواء وبيحط الكره بقوه غير طبيعيه، يعني قوه في مكان زي ده. انت حتى بطوله افريقيا 23 سنه جايب جون من بره، يعني بعد ما عدى منطقه الجزاء بشويه، وماتش مازيمبي نفس الموضوع جايب جون برده بعد ما عدى منطقه الجزاء بشويه. فلا، بيعرف يواجه كويس جدا جدا، عنده قوه كبيره جدا جدا في دماغه، في التوجيه والقوه بتاعتها، يعني قوه. انا ممكن احط قوه عمر في نص الجون، لعنده توجيه وعنده، بيعرف يطلع ويقف في الهواء، ودي ميزه ما بيعملهاش غير الناس قليله جدا 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 فعلا في العالم، اللي هو يقدر يطلع ويقف ويستنى ويلعب الكره بدماغه بالتوجيه ده. فمصطفى لو لعيبه الزمالك كمان لو في التدريبات نفسها بتاعت الزمالك لو قدرت تشتغل على الكروسات في اماكن معينه، خلي بالك، واللي برده بيساعد مصطفى محمد ان هو يجيب اجوان المنطقه الثلاثه اللي قدام واربعه اللي قدام. خلي بالك، المهاجم مش هيجيب جون طول ما فيش زياده عدديه في منطقه الجزاء. انت دايما المدافع محتاج ان انت تاخد عينه بلعيبه ثانيه،
يعني ابو شرقه ما بيكمل، اوباما بيكمل، احمد سيزيو بيكمل، بيبقى في مثلا 4 5 في منطقه الجزاء، يبدا المهاجم يقدر يتحرك في المكان اللي هو عاوزه، واللعيبه المدافعين نفسهم واخدين اللعيبه المهاجمين بتقلل المدافعين بالظبط، فاهم ازاي؟ لكن انت ما تجيش تحط لي كروسات وابقى انا لوحدي في منطقه الجزاء واحط كروس مره في البعيده مره في الوسط، لا، الحاجات دي بيجوا عليها في التدريبات ويبدا يشتغل على، بيحط الشواخص ويبدا يشتغل الكروسات، لو بيشتغل 10 دقايق ربع ساعه كل يوم الباك او الهاف ان هو يحط الكره في حتت معينه مع تحرك مصطفى محمد، الزمالك هيجيب جوان كتير جدا 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 في المنطقه دي. طالع مهاجم كبير ولسه عنده وقت للتطور ووقت للشغل وعنده وقت ان هو يبقى احسن واحسن واحسن. وانا بقول لك الزمالك لو استغل مصطفى محمد اكتر من كده كل ماتش هتجيب له جونين ثلاثه بدماغه. طيب انا عايز اقول لك على حاجه بس الاول. احمد السيد زيزو الكره اللي رفعها لمصطفى محمد دي مش عارف خدت بالك منها ولا لا، ان هو كان عايز يسيبها ضربه ركنيه ورفع ايده اللاين زمان، بعد كده ملاها مش تطلع، عمل سبرنت راح لحقها وراح رفعها، لكن هو في الاصل يعني الحاجات الطريفه ان هو رفع ايده اللاين زمان اللي هو بيشاور على مدافع الرجاء بطأ حركته بعد كده فبطأ حركته ملاها فعلا الحقها ولا في زياده عاديه راح رفعها يعني. طيب كابتن كريم قبل ما اختم معاك عايز اسالك سؤال، يمكن كنت اعلنت من فتره ان انت يعني انا طبعا في البدايه عايز اعرف انت في النادي المصري يمكن اعلنت ان انت هتبقى موجود ان شاء الله في الناحيه الاداريه سواء مجلس اداره سواء بقى مدير كوره للنادي المصري، يعني عايز اعرف انت وصلت لحد فين. طب هتعمل يعني ايه فيهم؟ هو ان انا انزل يعني كان من الطموحات اللي عندي، اعلنت طبعا وكان معايا احمد مجدي برضه في نفس الحلقه، يمكن مش عارف احمد مجدي معايا على طول يعني فاعلنت. ومفروض ان انا من سنتين كنت مكلم الباشمهندس سمير حلبيه رئيس النادي المصري وكلمته على كارنيه عضويه، وكنت في وقتها شغال كمان في قطاع الناشئين، انا كلمته مره واحده بس فما فيش حاجه حصلت، ما فيش خطوه اتخذت. يمكن انا برضه التمست له العذر، الراجل ممكن يكون مشغول عنده حاجات كتيره ومسؤوليات كتيره، انت تكون رئيس النادي المصري فمش هتتفرغ لكارنيه عضويه. جت من فتره قريبه يمكن شهرين ثلاثه كلمت حد في مجلس نائب الرئيس الحاج محمد الخولي، اتكلمت معاه والراجل بصراحه اتكلم معايا بكل احترام والشياكه، وانت كابتن النادي ولازم يتعمل لك كارنيه وفي اقرب فرصه اجتماع مجلس فطب تمام ماشي مفيش مشاكل. فاحنا دايما انا ومحمد يمكن اتكلمت انا ومحمد على كارنيهات عدويه، انا ومحمد هنطلب الطلب مره مش هطلبه منك تاني، وده انا 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 تعبت واجتهدت عشان ان اطلب الطلب مره واحده. من غير ما اطلب الطلب انت المفروض كمجلس اداره النادي بتبني كوادر، ده لو انت عايز تبني كوادر او انت بتكبر ولادك. اتفاجئت من بعد ما اتكلمت معاه ان كارنيهات كتيره جدا اتعملت، ومعلش انا اسف برضه بكل ادب واحترام، يا ريت لما حد هيطلع من مجلس الاداره يرد ما يقولش احنا ما عملناش كارنيهات، يبقى ده مش مصداقيه خالص، لان انا اتكلمت مع حد في مجلس الاداره وقال لي فعلا في كارنيهات اتعملت، فانا مش هطلع ارمي الناس بالباطل يعني. يعني نفسي بس يحترموا عقليه ان انت كابتن النادي، انا بتكلم على كريم ذكري ومحمد ذكري، ان انت كابتن النادي اصغر كابتن فريق في تاريخ النادي المصري كله لبس شرط الكابتنه، اغلى مدافع في تاريخ مصر لغايه 2007 2008 وممكن اكتر من كده كمان، واغلى مدافع كمان في تاريخ النادي المصري، ما فيش مدافع اتباع من النادي المصري ب 3 مليون ونص. ايا كان انت تتفق تختلف معايا بس دي حقايق، من اكتر اللعيبه اللي شالت شرط القياده مع النادي المصري. يعني الحمد لله الناس كلها عارفه ان انا ما بحاربش عشان منصب، ما عمري ما هاخد حاجه شخصيه على المستوى الشخصي، لكن كون ان انت بتعمل كارنيهات واولاد النادي مش عايز تعمل لهم، دي مفاجاه بالنسبه لي. وبصراحه يعني انا يعني نفسي الناس في النادي المصري يحترموا عقليه ان انت كابتن فريق. الراجل اتكلم معايا بكل احترام بصراحه، لكن بعد كده اتفاجئت ان اكتر من كارنيه عمله، كلمته في التليفون عامل خاصيه طبعا اكيد مشغول بالصفقات، فبدات اتكلم لا يا جماعه اقف عندكم بقى، انتوا بتتعاملوا مع رئيس بتتعاملوا مع كابتن نادي، بتتعاملوا مع اثنين يعني كريم ومحمد، الناس كلها ما تختلفش يعني. احمد كمان معايا في الناشئين ولعب معايا في النادي المصري وشاف بعينه الواحد بيحب النادي قد ايه، نفسي اخدم النادي بره النادي وجوه النادي. انا مش معاك ولا ضدك، حتى لما بطلع شيد بالنادي المصري مش عشان انا معاك، عشان انت عملت حاجه كويسه، حتى لما بطلع انتقدك وانت عامل ايا كان تبشر في الاول والاخر لازم يبقى عندنا عقليه النقد، مش لازم كله يبقى معايا، وفي نفس الوقت انا لما بنقدك بكل احترام وشياكه وادب، وبتكلم في الحاجات لصالح النادي المصري، ما بنقدكش عن حاجه شخصيه، لكن انت النهارده لما بتخش مع كريم لا اقف عندك واعرف ان انت بتتعامل مع كابتن النادي مفروض التاريخي للنادي، دخلت للنادي ملايين يعني، دخلت للنادي ملايين، اكيد ضفت للنادي المصري، مش هلعب كل ده وما ضفتش للنادي المصري حاجه، اكيد ضفت للنادي المصري صحيح. الحمد لله جمهور بورسعيد كله عارف ان انا بحب النادي لله في لله، انا ومحمد مش عايزين اي حاجه خالص من النادي غير النادي يبقى كويس والله تحت اي مسمى بقى. انا راجل شايف الكارير بتاعي، يمكن انا اشتغلت سنتين في النادي المصري وبعدت، قلت خلاص انا مش هكمل في قطاع الناشئين، انا محدد هدفي، انا راجل اعلامي وماشي على التراك، وصلت النهارده وصلت بكره وصلت بعده حاجه بتاعه ربنا، لكن انا ماشي على التراك ان انا واخد كارير مدير كوره. كان نفسي انزل انتخابات، لو كرنيت عمل من بدري شويه كنت هنزل انتخابات على عضويه، مش هنزل رئيس نادي ولا نائب رئيس او ايا كان، هنزل على عضويه ما اعتقدش ان هي تضايق حد فيهم، فانا مش عايز اشخصن الامور،
لكن دي حاجه كانت مضايقاني بصراحه، ان النهارده يعني ناس مع احترامنا ليها اللي اتعمل لها كارنيهات، لا انت بتتعامل مع كابتن النادي المفروض انت اللي تسعى لكده. الناشئ الصغير لما يطلع ويشوفك ان انت بتكبر رموزك هيحب النادي اكتر لما يشوفك انت بتهمل في رموزك وما بتكبرهمش. اي ناشئ يطلع من اي يعني انا بتكلم عموما المصري اي مكان، هتلاقي الناشئ هيطلع مع عمله كده في كذا وفي كذا، طب انا اقعد ليه؟ ما هيعملوا فيا زي اللي عملوه في اللي قبلي. فلازم برضو تدي مؤشر للناشئين اللي عندك اللي انت بتكبر الرموز عندك، بتحب ولاد البلد، بتبني كوادر. انا النهارده بشوف طريقي ومحدش فيهم ساعدني في حاجه، انا ببني طريقي خلاص، انا خلاص انا عارف انا محدد هدفي. فكل اللي كنت بتمناه اللي يكون في احترام متبادل بس، لكن مش في تجاهل ويبقى الاهتمام مع ناس ثانيه، لا دي حاجه طبعا مضايقاني جدا انا ومحمد اخويا بصراحه. محدش ابدا يختلف على يعني حب محمد زكري وكريم زكري للنادي المصري. جماهير بورسعيد طبعا فاكره وشايله الجهد والكفاح والعرق اللي الاثنين عملوه للنادي المصري. فانا يعني بتمنى ان رئيس نادي المصري ومجلس الاداره يتعاملوا مع الكابتن كريم والكابتن محمد بشكل يمكن يليق بالاثنين، وانا اعتقد ان ممكن بس المشغوليات اللي كريم اتكلم عليها دي اللي تكون العائق، ولكن نتمنى ان شاء الله تبقى يعني حاجه تتحل سريعا. مش عايز اقول ازمه، ما فيش ازمه بين يعني واحد موجود في بيته ومجلس اداره خايف كمان على الولاد او النجوم اللي كانوا موجودين في يوم من الايام. فانا طبعا يعني ده كلام الكابتن كريم زكري وانا بضم صوتي لصوته، وعشان كده انا وانا كمان بضم احمد مجدي يعني كمان لعبت مع كريم يعني سنتين. احمد حضر معايا في النادي بصراحه كريم بيعشق النادي طبعا. انا بقول لك حد بيتكلم على النادي المصري اي مشكله ماديه مشاكل يا جماعه لا نصبر، ونادي يعني عمره ما باع دي مثلا لصف لعيب ولا صف فرقه ولا الكلام ده كله على طول لا على طول يعني انا ما فيش انا ما اعتقدش ان انا كابتن فريق كان في مدير كوره معايا ما اعتقدش يعني الحمد لله كنت شايل مسؤوليات اكبر مني ان انت يعني. دايما كنت بعمل انا اسف مطول عليك بس انا كنت دايما بعمل اجتماع في الاول بقول للعيبه اي مشكله مع رئيس النادي او اي مشكله ماديه ما تدخلش فيها الجمهور والبلد. الجمهور والبلد حاجه ومشاكلك الداخليه ده حاجه ثانيه، لازم نفصل ما بين ما نشخصنش المواضيع خلاص. ده مجلس اداره ممكن يتغير في اي وقت، لكن الجمهور مالوش ذنب او البلد مالهاش ذنب. وده فعلا كانت لعيبه محترمه وكانت بتقدر الكلام ده، وفعلا وقف يعني في لعيبه كتير جدا وقفت مع النادي المصري ما اعتقدش ان حد فيهم اصلا في النادي المصري دلوقتي. يعني في ناس ضحت كتير جدا ورجعت وسابت ناديها مش بورسعيديه ورجعوا، ما فيش ولا حد جوه النادي المصري ولا حد فيهم عايز يبقى جوه النادي المصري. هم عايزين النادي المصري زي حالي يعني زي حالي كده بالظبط، انا ومحمد عايزين النادي المصري في احسن مكان وهم بعيد، بس ده اللي احنا بنطلبه. بشكرك كابتن كريم زكري، شكرا جزيلا على وجودك معايا، واتمنى لك التوفيق والنجاح يا رب في حياتك. ربنا يخليك يا عمر، متشكر قوي. ربنا يخليك كابتن احمد مجدي، انا بشكرك يا حبيبي، شكرا جزيلا حبيبي يا عمر. ربنا يخليك. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الاولى. الفقره الحواريه الثانيه هي فقره السبوره، فقره تحليل الاداء بشكل منطقي بشكل فيه تفاصيل دقيقه جدا 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 مع محلل الاداء ايمن محمد علشان يتكلم معانا عن مباراة الزمالك والرجاء. خليكم دايما معانا ولكن بعد الفاصل.